بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة الأولى من مادة علاج طبيعي لجراحات القلب والصدر والعناية المركزة. إن شاء الله أنا معاكم الدكتور أحمد مهدي، ومعايا في تدريس المادة دي الدكتور سيف الدكتورة شيماء محمد. الجزء بتاعي ان شاء الله، او ان احنا هنبدأ اول شق في المادة دي هيتكلم عن الفيزيكال ثيرابي افتر ثوراسيك سيرجري. فيزيكال ثيرابي افتر ثوراسيك سيرجري، تاني شق هو الفيزيكال ثيرابي افتر كاردياك سيرجري، وتالت شق في المادة اللي هو الفيزيكال ثيرابي ان اي سي يو. الجزء الاولاني الخاص بالثوراسيك سيرجري او الفيزيكال ثيرابي فور ثوراسيك سيرجري، في الاول خالص هديكم انترودكشن بريفيو عن الثوراسيك انسيجنز، عن التايبس اوف سيرجريز، قبل ما هتكلم على البري اوبرتيف مانجمنت خلاص. وبعد ما اخلص ان شاء الله بري اوبرتيف مانجمنت هتكلم على البوست اوبرتيف مانجمنت. اول حاجه حابب حضراتكم تعرفوها هو التايبس اوف ثوراسيك انسيجنز. تايبس اوف ثوراسيك انسيجنز دي الانسيجنز اللي حضراتكم المين تايبس اوف انسيجنز اللي ممكن انتوا تشوفوها على البيشنتس بعد جراحات الصدر. اول انسيجن اللي هي البوستيرو لاترال ثوراكوتومي، اللي هي دي اسمها بوستيرو لاترال ثوراكوتومي. البوستيرو لاترال ثوراكوتومي دي الموست كومونلي بتستخدم في جراحات اللنج تمام. تاني انسيجن هي الميديان استرنوتومي، والميديان استرنوتومي دي الاستخدام الاكتر ليها بعد الاوبن هارت سيرجري. وبعد كده عندي الانتيرو لاترال ثوراكوتومي، عندي انسيجنز تانية زي اللاترال او الاكزيلاري ثوراكوتومي، وعندي انسيجنز زي الانسيجنز اللي هي الناتجة عن الاستخدام الفاتس او الفيديو assisted thoracoscopic surgery. طيب هرجع تاني، دول الميجور انسيجنز اللي ممكن ان حضراتكم تشوفوها تشوفوا العيان عاملها بعد جراحات القلب او الصدر، يعني لان احنا قلنا ان البوستيرو لاترال ثوراكوتومي يعني اللي هي الرسمة دي اللي السهم بيشاور عليها، البوستيرو لاترال ثوراكوتومي دي هي الستاندرد ثوراسيك انسيجنز بعد اللي بتستخدم في اللنج سيرجري. وفي عندي الانتيرو لاترال ثوراكوتومي، وعندي الميديان استرنوتومي. الميديان استرنوتومي خلاص بيفتح فوق السوبرا ستيرنال نوتش، فروم اباف السوبرا ستيرنال نوتش، بيعمل سبليتنج للاسترنوم، بيعمل سبليتنج للاسترنوم، وبينزل تحت الزيف استرنوم بحوالي 3 سنتي. وقلنا الميديان استرنوتومي دي بتشوفوها اكتر في عيانين جراحات القلب المفتوح. البوستيريو لاترال ثوراكوتومي ده بيبدا بوستيريورلي عند السيرد ثوراسيك فيرتيبرا، وبينزل along الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، وبعد كده بيعمل فولوينج للريب لاين، وبيعمل ريتش بيعمل فولوينج للريب لاين، وبعد كده الانسيجن اكستندز فورورد تو ريتش الانتيريو كوستال كارتريج. بعد كده قلنا في حاجه اسمها لاترال او الاكزيلو ثوراكوتومي. الاكزيلو ثوراكوتومي بتبقى يعني بتنحصر ما بين الانتيريو والبوستيريو اكزيلو لاين، بتبقى اللاترال ثوراكوتومي او الاكزيلو ثوراكوتومي دي في الحالات اللي مش محتاجه وايد او جريت اكسس،
بتبقى limited access، في حالات جراحات معينة هما مش محتاجين ان هما يفتحوا فتح كبير، فبيعملوا فتح محدود خلاص اللي هو بيستخدموا اللاترال او الاجزية سوراكوتومي. لو عايزين يوصلوا للأبر لوب، عايزين يوصلوا للأبر لوب يعملوا جراحة فيه يعني، فبيعملوا اللاترال سوراكوتومي دي في الفورس انتركوستال سبيس. لو عايزين يوصلوا للميدل او اللور لوب فبيعملوا الانسيجن دي في الفيفث انتركوستال سبيس. بعد كده عندي الفاتس انسيجنز. الفاتس انسيجنز دي بتبقى موست كومونلي بتبقى فتح 3 بورتس، يعني 3 فتحات صغيره، الفتحه الواحده حوالي من 1 ل 2 سنتيمتر القطر بتاعها. في يعني هي اوبننج 3 اوبننج 3 اوبننج. الاوبننج دي بيبقى القطر بتاعها 1 ل 2 سنتي، و الاوبننج دي بيسموها بورت بورت، فهي عباره عن 3 بورتس. 1 بورت بيخش منه الاندوسكوب ومعاه الفيديو كاميرا اللي هي دي خلاص، عشان يصور بالفيديو التشو جوه اللانج، والصوره دي بتتنقل على مونيتور في الاوبريشن ثياتر نفسه. واللي التو اوبننجز التانيين اللي هي دي ودي بيبقى السيرجيكال انستريومنتس. السيرجن بيستخدمهم عشان في ان هو من خلالهم بيمرر السيرجيكال انسترومنت بتاعته ويجري الجراحة بتاعته. طيب الفاتس دي اللي هي بيسموها يعني جراحة بالمنظار، اللي هو الفيديو اسيست ثوراسكوبيك سيرجري، اللي هي جراحة بالمنظار. طيب هنا هل كل يعني ينفع ان الفاتس دي تعمل كل جراحات اللنج، ولا في جراحات معينة بيحتاجوا ان هم يعملوها بالتراديشنال او بالاولد فاشن بوستيرو لاترال ثوراكوتومي؟ طبعا اكيد ان الفاتس دي بالرغم ان هي تقنية حديثة جدا ومفيدة جدا للمريض، الا ان هي في بعض الحالات اللي هي الكومبليكيتد بيبقوا محتاجين ان هم يعملوا انسيرجن، بيبقى محتاج وايد اريا اوف اكسبوشر، فبالتالي بيستخدم البوستيرو لاترال ثوراكوتومي، لان الفتحات الصغيره دي خلاص ممكن او الجراحه بالشكل ده ومن خلال ان هو بيبص على اللانج تيشو من خلال الكاميرا دي، ممكن في حاجات الكاميرا ما تبينهاش، فيحتاج ان هو لازم يبص نفسه ويشوف نفسه، واحيانا هو بيضطر ان هو يمسك بايده التيشو نفس التيشو بتاع اللانج، يمسكها بايده يعمل لها مانيبيوليشن يشوف لو في اي ليجنز، في اي ماسز موجوده في اللانج، لو في ميتاستاسيز موجوده في اماكن تانية، يعني مثلا لو هي مثلا بيعملوا جراحه لاستئصال مثلا تيومر، تمام؟ فالاستئصال التيومر ده هو السي تي بيبين السايت بتاعه، لكن مش كفايه ان السيرجن يعني يخش بالفاتس مثلا وعارف مكانه فين يروح يستأصل الليجن ده ويطلع، لا هو محتاج ان هو يبص دايركت اكسبوشر على اللونج تيشو، ومش بس كده يعمل مانيبوليشن للتيشو نفسها بحيث يشوف هل في ليجنز تانية موجودة السي تي معرفش ان هو يعني يعملها ديتكشن، تمام؟ فهنا الفرق ما بين ان دي تقنيه حديثه اللي هي الفيديو اسيستد ثوراكوسكوبك سيرجري، بتنفع في 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 حالات كتيره، في جراحات كتيره من جراحات اللانج، ولكن ستيل
البوستيرو لاترال سوراكوتومي انسيجن بتستخدم في الكومبليكيتد كيسز، ولما السيرجن بيبقى عايز ان هو محتاج دايركت اكسبوشر او وايد اريا اوف اكسبوشر اوف لانج تيشو. احنا اتكلمنا عن انواع الانسيجنز، انواع الانسيجنز، نتكلم عن دلوقتي عن انواع الاوبريشنز او السيرجريز. اول نوع من انواع السيرجريز هي خاصه باللونج، اللي هي اللونج سيرجريز. اول سيرجري اسمها نيمينوكتومي، خلاص، وهي معناها ريموفال اوف انتاير لونج، لما بيشيلوا رئه من المريض دي اسمها نيمونيكتومي. طب لما يشيلوا فص لوب يبقى اسمها لوبكتومي. طب لما يشيلوا سيجمنت يبقى اسمها سيجمنتال ريسكشنز، ريموفال اوف سيجمنت اوف لونج تيشو. وادي بالرسمه دي مثلا لوبكتومي، هو شايل لوب، خلاص، السيجمنت اقل من اللوب، سيجمنت اقل من اللوب، والويدج ريسكشن اقل من السيجمنتال ريسكشن، جزء المستأصل هيبقى اقل. طيب في جراحه تانية اسمها لونج فوليوم ريدكشن سيرجري. لونج فوليوم ريدكشن سيرجري دي ان هم يعني في حالات مرضيه زي مرض اسمه كرونيك اوبستراكتيف بارمون ديزيز او السده الرئويه المزمنه، في المرض ده بيبقى في احتباس للهواء جوه اللنج، المريض ما بيقدرش ان هو يخرج كل الهواء اللي في صدره، مع مرور الوقت مع تراكم السنين يبدا يحصل اير ترابنج في اللنج، ويتكون حويصلات هوائيه او بوكيتس، يعني جيوب هوائيه اسمها انفيزيميتس بولي، يعني جيوب هوائيه او حويصلات هوائيه كده بتتكون، خلاص، نتيجة ان الاحتباس الزائد للهواء ده، فالهواء يبدأ يتسرب في الانترستيتشال سبيسز ويعمل الحويصلات الهوائية او الجيوب الهوائية دي. طيب الجيوب الهوائية او الحويصلات الهوائية او الانفيزيميتوس بولي دي لما بتبقى وايد سبريد واخدة اللنج كلها، خلاص، بتزق الديافرام لتحت، بتزق الديافرام لتحت، فبتخلي الميكانيكال افشنسي بتاعته تبقى ضعيفة، تبقى قليلة، لان هو المفروض ان النورمال ان هو يكون دوم شيبت، يكون دوم شيبت يعني شكل محدب، يعني النورمال هرجع كده ان الديافرام دي اللونج، الديافرام بيبقى ايه؟ دوم شيب، يعني شكل محدب، تمام، ده نورمال. الابنورمال لما الدافرام ينزل لتحت، ينزل لتحت ليه؟ لان الحويصلات الهوائيه كتيره قوي دي، او الاير ترابنج، او حاله الهايبر انفليشن الكبيره قوي اللي موجوده دي بتزق على الدافرام لتحت، فبتخلي الميكانيكال افشنسي بتاع الكونتراكشن بتاعه قليل. فاللونج فوليوم ريدكشن سيرجي دي هما بيعملوا اكسجين لكل الانفيزيميتس بولي دي. طيب لما يعملوا اكسجين لكل الانفيزيميتس بولي يقللوا من الهايبر انفليشن اللي حاصل، لما يقللوا من الهايبر انفليشن اللي حاصل اللونج اللي كانت انفليتد قوي يرجع السايز بتاع يرجع نير نورمال سايز، والديافرام بدل ما هو كان في حاجه ضغط عليه من فوق ومخلياه الشيب بتاعه فلاتند شيب او هوريزونتال نتيجه للهايبر انفليشن اللي كان واقع عليه ومخلي شكله هوريزونتال، لما الهايبر انفليشن ده المشكله الهايبر انفليشن تتحل ترجع يرجع اللونج تاخد الشكل، يعني تقرب من الشكل الطبيعي بتاعها، ويبدا الدافرام يعني يرجع للدوم شيب بتاعه مره ثانيه. في جراحة احنا لسه متكلمين على الانسيجنز بتاعتها اللي هي الفيديو اسيستد سوراكوسكوبيك سيرجري. طيب كل دول يعني كل دول جراحات للنج، يعني الستة اللي فاتت دول، الستة اللي فاتوا دول
بتتعمل لللانج. خلاص طيب، من اول البولوروكتومي خلاص والديكورتيكيشن والبلور ديزيز، دول بيتعملوا للبلوره، يعني دي جراحات بتتعمل او عمليات جراحيه بتتعمل للبلوره. خلاص، وممكن الفيديو اسيس سراكوسكوبيك سيرجري دي خلاص اللي هو الجراحه بالمنظار ممكن تتعمل في لجراحات البلوره برضو. يعني اذا رقم 6 دي يا جماعه مشتركه، يعني الفاتس دي بتستخدم يا اما لو في مشكله في اللانك عشان تحل مشكله في اللانك او عشان تحل مشكله في البلوره. خلاص، البلوروكتومي دي معناها احنا اتفقنا قلنا ان 7 و8 و9 دول كل دول عباره عن سيرجيكال بروسيجرز بتتعمل في البلوره. طيب بلوروكتومي دي معناها ايه؟ معناها ان بيحصل اكسيجن للبرايتر بلورا. انتوا عارفين البلورا في منها فيسرا بلورا وبرايتر بلورا. فيسرا بلورا هي الملاصقه لللانج، والبرايتر بلورا هي اللي ملاصقه للثوراسيك كيج. فالبلوروكتومي بيعمل ريموفال اوف ذا برايتر بلورا. طيب هي بتتعمل انديكيتد في حالات ايه؟ بولوريكتومي بتتعمل في حالات لو في ريكارنت نيموثوركس، في ريكارنت نيموثوركس يعني في بعض الاسباب المرضيه اللي بتخلي الهواء يتجمع في بلوراي سبيس ويعمل حاجه اسمها نيموثوركس. لو السبب ده يعني السبب ده موجود وما اتعالجش وبيسبب بشكل متكرر تجمع الهواء في منطقه البلوره، فيبداوا يعملوا اكسيجن للبرايتر بلورا ويتركوا الفيسرا بلورا ستيك او بيتركوها ادهيرنت تو ايه الثوراسيك كيج. يعني بيخلوا لما بيشيلوا برايتر بلورا معنى كده ان بيخلوا الفيسرا بلورا ملاصقه بشكل مباشر ل الثوراسيك كيج، فبالتالي مش هيبقى فيه هيعملوا اوبريت. يعني بمعنى تاني ان هم كده خلاص مش هيخلوا فيه فرصه ان الهواء يتجمع في البلوراي سبيس. اللي كان بيتجمع السبيس اللي كان الهواء بيتجمع فيه خلاص ما بقاش موجود، لان الفيسرا بلور خلاص حصل لها التصاق مباشر بالثوراسيك كيج. تاني عمليه او تاني سيرجيكال بروسيدور اسمها ديكورتيكيشن هي عباره عن ريموفال اوف سيكند فيسرا بلورا خلاص زائد او ناقص درينج او بس. ايه الموضوع ده؟ في بعض بعض المضاعفات ممكن تحصل نتيجة وجود بس في البروي سبيس. البس لما بيبقى موجود في بروي سبيس ده الحالة دي اسمها امبايما. طبعا يعني اسبابها كتير قوي، مفيش وقت ان انا اقول لكم الاسباب بتاعت الامبايما، ولكن باختصار شديد ان لو حصل ان في اكسوديتيف برور افيوجن، الاكسوديتيف برور افيوجن دي بتبقى لو ما اتعالجتش ولو ما حصلش درينج ليها ولو الشخص ده ما خدش الانتيبيوتكس المناسبه تبدا الاكسوديتيف افيوجن دي تتحول لبص، تتحول ل سائل صديدي موجود في البروي سبيس. البص ده او حاله الامبايما دي بتؤدي ان بيحصل سيكنينج وفايبروزيس في الفيسرال بلورا. الفيسرال بلورا دي اللي هي بتبقى متاخمه لللانج، فلما يحصل فيها فايبروزيس او يحصل فيها سيكنينج اللانج ما تفردش. يعني تخيل حضرتك لو انت لابس جاكيت ضيق قوي عليك، لو انت لابس جاكيت ضيق قوي عليك انت مش قادر ان انت تاخد نفس،
مش قادر ان انت تاخد ديب بريس. فلما الجاكيت ده انت بتخلعه بتقدر ان انت تاخد ديب بريس براحتك. كذلك الامر لما يكون الفيسرا برور اللي حوالين اللنج سيكند وفايبروزيس، اللنج مش قادر ان هي تفرد، فاللي هما بيعملوا ان هما بيقشروا بيعملوا ديكورتيكيشن للفيسرا برورا دي، بيشيلوها بيعملوا ريموفال للفيسرا برورا، فتيجي عشان كده اللنج تقدر ان هي تفرد ويحصل لها اكسبانشن كويس. دي اللي هي الديكورتيكيشن. طب اخر حاجه، اخر سيرجيكال بروسيدور بيتعمل في البرور اللي هو اسمها بروروديزيس. البروروديزيس، البروروديزيس دي اللي هي زي تدبيس، زي تدبيس البلورا، بيحطوا انفلاماتوري ماتيريال ما بين البرايتر وفيسرا بلورا. الانفلاماتوري ماتيريال دي بتعمل انفلاميشن، الانفلاميشن ده بيخلي التو لايرز يحصل لهم ستيكينج توجذر، يبقى التو لايرز بتاعه البلورا يبقوا ستيك توجذر، يلزقوا ببعض. طب دي بتتعمل في حالات ايه؟ في حالات لو في ريكرنت بلورا فيوجن، يعني لو في ريكرنت بلورا فيوجن، لو كان في سبب زي مالجنانت فيوجن مثلا، في مالجنانسي في موجوده في التشيست، يعني موجوده في اللانج، موجود في البرايتر، في البلورا، بلورر مالجنانسي او لانج مالجنانسي، بتعمل افيوجن بشكل الافيوجن بتبقى رابيدلي اكيوميليتنج. فهم عشان يمنعوا ان يعني فرصة تراكم المالجنانت افيوجن دي، فيقوموا برضو عاملين اوبليتريشن للبروري سبيس ده، ما يخلوش السبيس ده موجود، فبالتالي الافيوجن مش هتلاقي مكان ان هي تتجمع فيه، فيلزقوا التو لايرز ببعض، فدي اسمها بلوروديزي. يبقى بلوروديزي دي الموست كومن انديكيشن بتاعها في حالات الريكرنت افيوجن. طب الريكرنت افيوجن اشهر مثال ليها ايه؟ اللي هي المالجنانت افيوجن. طيب احنا كده خدنا بريفيو سريع عن التايبس اوف انسيجنز والتايبس اوف سيرجريز، سواء كانت في اللونج او كانت في البلور. هنيجي نتكلم دلوقتي عن البري اوبرتيف مانجمنت. البري اوبرتيف مانجمنت في شقين، هو البري اوبرتيف اسيسمنت و هو ليه البري اوبرتيف اسيسمنت والبري اوبرتيف بيشنت ايديوكيشن and information and treatment. خلاص، يبقى كمان ممكن يكون مش شقين بقى، ده ممكن يكون ليه تلاتة. يعني في بري اوبرتيف مانجمنت ده ان هو هيبقى فيه بري اوبرتيف اسيسمنت، خلاص، ويبقى فيه بري اوبرتيف بيشنت ايديوكيشن اند انفورميشن، وفي بري اوبرتيف تريتمنت. خلاص. طيب في الايم بتاع بري اوبريتيف اسيسمنت، ايه الايم بتاعك؟ في الايم بتاع بري اوبريتيف اسيسمنت ان انت بتعمل ايدنتيفيكيشن للبيشنتس اللي هم ممكن يكونوا ات ريسك فور انتر اوبريتيف اند اور بوست اوبريتيف كومبليكيشنز. يبقى العينين اللي هم عرضه للمضاعفات، يعني اكثر عرضه للمضاعفات، سواء كانت اثناء العمليه، المضاعفات اللي بتحصل اثناء العمليه او المضاعفات اللي بتحصل بعد العمليه. طيب في بري اوبريتيف اسيسمنت ايه الادوات بتاعتك وانت بتعمل بري اوبريتيف اسيسمنت؟ اول حاجه الهيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن. يبقى الهيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن. في الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن ان شاء الله انتوا هتاخدوهم بشكل مفصل في ماده علاج طبيعي لامراض القلب والصدر، وهتاخدوهم برضو في التطبيقي، في سكاشن التطبيقي. ده بالنسبه للهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. خلاص، في الفيزيكال اكزامينيشن هنا خلاص هتبقى مينلي هتبقى تشيست اكزامينيشن وكاردياك اكزامينيشن، mainly chest examination
و cardiac examination و in addition to musculoskeletal, neurological and vascular examination. خلاص يبقى هو mainly chest و cardiac. لكن ما تنساش وانت بتعمل physical examination ان انت تعمل physical examination لكل systems بتاعت البيشنت ده. وهقول لكم كم يعني ان شاء الله في نص المحاضره او اخرها هو انا ليه احتجت ان انا اعمل فيزيكال اكزامينيشن لكل السيستمز بتوع البيشنت نوت جاست الشيست اكزامينيشن اور كاردياك اكزامينيشن. طيب يبقى الهيستوري فيزيكال اكزامينيشن خلاص انت هتعملهم. تاني حاجه هتعمل سكريننج تيستس يعني هتقل انفستيجيشنز بري اوبراتيف سكريننج تيستس او البري اوبراتيف investigations mainly في حالات يعني في حالات الجراحات الصدر بيبقى البرموري فانكشن تيست mainly خلاص. وكمان بيبقوا عايزين يعرفوا الفانكشن كاباسيتي بتاعت المريض ايه هي فبيعملوا سب ماكسيمال اكسرسايز تيستنج. طيب اضف الى 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 هذه الانفستيجيشنز ممكن بيبقى مطلوب من المريض الاكس راي سيت سكان برونكوسكوبي ميدياستاينوسكوبي او اي سي جي. البرمونري فانكشن تيستينج في ثلاث حاجات السبايرومتري والارتيريال بلاد جاز اناليسيز والديفيوزنج كاباسيتي اوف ذا لانج فور كاربومونوكسايد. انا هنا هذكر اتنين منهم اللي هو السبايرومتري والارتيريال بلاد جاز اناليسيز. السبايرومتري ده جهاز السبايرومتري محدش يتلخبط ما بينه ما بين جهاز اسمه انسنتيف سبايرومتر. يبقى الانسنتيف سبايرومتر ده حاجه ده جهاز هنبقى نعرفه واحنا بنتكلم على البوست اوبرتيف فيزيكال ثيرابي افتر ثوراسيك سيرجري ده حاجه تانية. وده الجهاز السبايرومتري اللي بيستخدم لقياس الفنتلاتوري فانكشن بتاعه اللنج. طيب طبعا الطريقه بتاعت السبايرومتري استاذنكم ارجعوا يعني ان انتوا تعملوا ريفيو للسبايرومتري ان هو بيتقاس ازاي ايه هي الجايد لاينز او ايه هي يعني ازاي ان هو بيتقاس. خلاص انا مش هقوله دلوقتي عشان الوقت مش هيسمح. باختصار شديد هو المريض زي ما حضراتكم شايفين هو في نوز كليب خلاص وفي ماوس بيس تمام. الاوردر اللي بيتقال للمريض بيختلف. الاوردر اللي بيتقال للمريض بيختلف لو انت هتقيس استاتيك لانج فوليوم او دايناميك لانج فوليوم. ده ليه اوردر وده ليه اوردر. خلاص في الاخر بعد ما المريض هيخلص القياس ده سواء انت عملت دايناميك لونج فوليوم او ستاتيك لونج فوليوم هيطلع لك الانتر هيطلع لك الريبورت بتاع السبايرومتري. الريبورت بتاع السبايرومتري في حاجه مهمه قوي اللي هو الفورسد اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند. يبقى الاف اي في 1 ده هو اختصار للفورسد اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند. ده الباراميتر ده is one of the dynamic lung volume parameters. ال FEV1 ده بيستخدم سواء كابسوليوت فاليو او سواء كبريدكتد فاليو بيستخدم عشان يحدد الشخص ده هل هو يعني درجة او يعني حدوث المضاعفات بالنسبة له. درجة حدوث المضاعفات بالنسبة له هتبقى درجة عالية ولا درجة قليلة او فرصة حدوث المضاعفات عنده. بمعنى تاني ان ال FEV1 ده كل ما يكون اكتر من في الابسوليوت فاليو اكتر من 2 لتر معناه ان ده حاجة كويسة وان ده هيبقى عرضة لمضاعفات اقل بعد العملية. لكن لما يكون ال FEV1 ده اقل من 1.5 لتر
ده معناه ان الشخص ده عرضة اكتر ان هو يجيله مضاعفات بعد العملية. هنا بيقولوا ان ال FEV1 ده لما يكون اكتر من 1.5 لتر معناه ان هو يقدر ان هو يجتاز اللوبكتومي سيرجري with minimal post operative complications. وان البيشنتس اللي هم عندهم الاف اي الابسوليوت فاليو بتاعت الاف اي في 1 اكتر من 2 لتر معناهم ان هم ممكن ان هم يدخلوا يعملوا نيمونكتومي بشكل الى حد ما امن ومع حدوث مضاعفات قليلة بعد العملية. ده بالنسبة للابسوليوت فاليو. طب البريدكتد فاليو، بريدكتد فاليو 80%. الاف اي في 1 لما يكون اكتر من 80% او بريدكتد بيبقى ده حاجة كويسة associated with low risk of complication. لكن لما يكون اقل من 80% معناه ان هو associated with high risk. خلاص؟ بعد كده الاي بي جي arterial blood gas analysis الهايبر الاي بي جي في ان هو بيقيس البارشر بريشر بتاع الكربون دايوكسيد والبارشر بريشر بتاع الاكسجين. الهايبر كابنيا لما يكون الشخص ده البارشر بريشر بتاع الاكسجين اكتر من 45 ملي متر ميركوري عنده هايبر كابنيا، ده بتبقى associated with بيبقى associated with post operative complications post operative pulmonary complications. خلاص. تاني حاجة بالنسبة للهايبوكسيميا، الهايبوكسيميا والروم اير اوكسجين ساتوريشن اقل من 90% خلاص have all been associated with increased risk of complications. يعني ايه؟ يعني انت عندك الاكسجين والكربون دايوكسيد. خلاص. لما الكربون دايوكسيد نسبته تعلى والاكسجين نسبته تقل ده معناه ان 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 الشخص ده خلاص عرضه لحدوث او اكثر عرضه لحدوث المضاعفات بعد العمليه. يبقى ايه الافضل؟ افضل ان الكربون دايوكسيد طبعا يبقى وسين نورمال، يبقى بلو 45 ملم مركوري خلاص، وان ان الاكسجين ساتوريشن ات روم اير يكون اكتر من 90%. طيب انتوا خدتوا بالكم من روم اير اكسجين ساتوريشن؟ هي روم اير اكسجين ساتوريشن معناها ان المريض من غير ما يتحط له سبلمنتال اكسجين، يعني هو بياخد النفس يعني بيتنفس الهواء اللي هو الهواء الاكسجين من الهواء، الاكسجين ساتوريشن بتاعه خلاص المفروض يكون اكتر من 90% عشان الجراح يدخله عملية وهو مطمن ان هو ما يحصلوش مضاعفات كتير. خلاص. طيب يبقى انا بتكلم على المريض على اللي هو ما بياخدش سبلمنتال اكسجين، بيتنفس الهواء العادي، الهواء اللي موجود اللي هو الهواء اللي موجود في الغرفة بيتنفس الاكسجين اللي فيه. خلاص. بيقدر اللنج تاخد الاكسجين ده خلاص ويتوصله للبلد بحيث ان الاكسجين ساتوريشن في البلد يكون اكتر من كام؟ من 90%. الشخص بالمواصفات دي بيبقى associated with low risk of post operative pulmonary complication. طب الشخص اللي مش بالمواصفات دي، ان الاكسجين ساتوريشن بتاعه at room air اقل من 90% هيبقى associated with increased risk of complications. طيب sub maximal exercise testing عندنا 6 minute walk test. ال 6 minute walk test ده هو ده نوع من انواع sub maximal exercise testing. انا بعمله ليه؟ بعمله عشان اقدر ان انا اعرف ال cardiopulmonary reserve بتاع الشخص ده، وعلى اساس الكارديو بالمونري ريزيرف بتاع الشخص ده هل هو عنده كارديو بالمونري ريزيرف يسمح له ان هو يعمل عمليه ولا لا. تمام. طيب 6 minute walk test ده يعني ده
تيست بسيط. المريض بيبقى مطلوب منه ان هو يمشي لمدة 6 دقايق. سيلف ده سيلف بيست تيست، يعني المريض بيمشي بالسرعة اللي هو متعود عليها، بيمشي على فلات سيرفيس، ويبقى الكوريدور يفضل ان هو يكون لونجيتيودينال، والمسافة لا تقل عن 30 متر. زي ما انتم شايفين في الرسمة اللي تحت، هو في زي كونز كده موجودة عشان تحدد المسافة بالظبط اللي هو يعني هيمشي فيها باك اند فورس ذهابا وايابا. 6 minute walk test برغم من سهولته من بساطته، الا ان هو ليه جايد لاينز، يعني لازم وانت حضرتك بتعمل التيست لازم ان انت تلتزم بيها، لان التيست فيري سينستيف، وممكن لو حصل خطأ في الالتزام بالجايد لاينز او بالطريقة المثلى للقيام بالتيست ده، ممكن الريزلتس بتاعته يحصل لها ميس انتربريتيشن. طبعا ال 6 مينيت ووك تيست ده عشان اشرحه وتفهمه وتعمله بالشكل الصحيح، ممكن ياخد مننا ساعة لربع ساعة، 6 مينيت ووك تيست. فانا هنا ذكرته على سبيل الذكر، مش ان انا يعني يا ريت حضراتكم ان انتوا تراجعوه، تشوفوه بيتعمل ازاي، ايه هي الستيبس بتاعته، البليس نفسه، الاكويبمنت المطلوبه في التيست، البليس نفسه اللي بيتعمل بيه التيست بيبقى مواصفاته ايه، هو ليه انديكيشنز وكونترا انديكيشنز التيست ده. فلازم قبل ما تعمله بتعمل حاجه اسمها بيشنت سيلكشن، تشوف المريض ينفع يعمل التيست ده ولا لا. يعني شوفوا بالرغم ان هو سهل، تيست سهل، الا ان ممكن يكون ستريسفول بالنسبه لبعض المرضى مودريت، على سبيل المثال المرضى اللي هم سيفير سي او بي دي بيشنتس، ممكن يكون فروم مودريت تو سيفير، مش بس سيفير، فروم مودريت تو سيفير سي او بي دي بيشنتس على سبيل المثال، ان التيست ده بالنسبه لهم بيمثل ستريس. تمام. ف يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان حضرتك انت لما تيجي يعني تقيس مدى الصعوبه او مدى السهوله، ما تقارنش بالهيلسي بيبول، لا قارن بالناس اللي هم ديزيزد بيشنتس، واللي هم يعني حتى وهم قاعدين ما بيعملوش اي مجهود، مش عارفين ياخدوا نفسهم. فتخيل يعني لما هتطلب منه يمشي، مش هقول لك 6 دقايق، لو حتى دقيقه ده هيبقى فيري ستريسفول بالنسبه لهم. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان قبل ما تعمل التيست ده لازم تراجع الانديكيشن الكونترا انديكيشن ليه، يعني هو ليه ابسولوت وليه ريلاتيف كونترا انديكيشنز، زيه زي الكارديو بارمون اكسرسايز تيست. لو الشخص عنده احد الكونترا انديكيشنز ليه، ما تعملوش ال 6 مينيت ووك تيست. يبقى البري اوبرتيف بيشنت ده قبل ما تعمل له 6 مينيت ووك تيست عشان تعرف منه الفانكشن كاباسيتي بتاعته، او ان انت عايز تعرف من التيست ده الكارديو بارمون ريزيرف بتاعه، خلاص مهم قوي ان انت يبقى الامر ده او معرفتك للكارديو بارمون ريزيرف بتاعه المريض يتم بشكل امن، يتم بشكل امن، ما يبقاش ريسكي للبيشنت نفسه. طب عشان ما يبقاش ريسك للبيشنت نفسه، يبقى لازم اعمل ابروبريت بيشنت سيلكشن، مين ان انا ادخله يعمل التيست ده، ومين ان هو ما ينفعش ان انا اعمله التيست. الديستانس اللي هو المريض يمشيها وتديك جود انديكيتور اللي هي 305 meters. تمام. لو هو مشيهم معناه ان هو عنده function capacity
تسمح له ان هو يعني عنده good function capacity تسمح له ان هو يجتاز او ان هو يعمل ال lung resection surgery. طيب في حاله في 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 بديل لو ال 6 minute walk test ده يعني ما اتعملش، ان هما بيعرفوا بيقيسوا الكارديوبالمونري ريزيرف بتاع المريض عن طريق ان هما بيطلبوا منه ان هو يطلع السلم، يعني يعمل ستير كلايمبنج. فالستير كلايمبنج ابيليتي كان بيوز از ان اندايركت انديكيتور فور ذا كارديوبالمونري ريزيرف اوف ذا بري اوبريتيف بيشنتس. هيقول المريض يطلع ويطلع بدون توقف، يعني يطلع يعني يعدوا عدد الادوار ان هو اللي هو طلعها بدون توقف الى ان يعمل ستوب خلاص. وهم مش بيحددوا له، هم في التيست ده مش هيقولوا له اطلع اطلع الدور كذا، لا هم هيقولوا له اطلع السلم، وفي اي لحظه حسيت ان انت مش قادر ان انت تكمل طلوع اقف، وبعد كده يعدوا ويشوفوا هو طلع كام دور خلاص. لما بيطلع تلات ادوار قالوا ان هما قيل يعني ان الثري فلايتس دي جود انديكيتور ان هو ممكن يعمل اللوبكتومي بشكل امن. ولما بيطلع يعني تلات ادوار وزود زنيد ستوب، ولما يطلع خمس ادوار وزود زنيد ستوب معناه ان هو يقدر يعمل نيمونوكتومي. طيب جم في دراسة قالت ان هو عملوا كورليشن ما بين ال number of flights and ال force expiratory volume من the first second اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الاول خالص، اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الاول خالص. ودراسة تانية قالت ان في علاقة برضو ما بين، او عملوا كورليشن يعني ارتباط ما بين ال number of flights و ال VO2 max. لما طلع 3 فلايتس قالوا ان ده انديكيتور او كوريليتد ويز ان اف اي في 1 اكتر من 1.7 لترز، ولما بيطلع 5 فلايتس ده اندايركت انديكيتور ان الاف اي في 1 بتاعه اكتر من 2 لترز، وان ال VO2 max بتاعه اكتر من 20 ملي لتر بير كيلو جرام بير مينت. طيب وقالوا ان هو اللي لو ما قدرش يكمل دور واحد بس، ما قدرش يطلع دور، ده معناه ان ال VO2 max بتاعه اقل من 10 ملي لتر على كيلو جرام بير مينت، و ده معناه ان الشخص اللي هو يعني في الحالة الأخيرة دي اللي هو معرفش يطلع دور واحد بس، وإن ال VO2 max بتاعه is estimated يعني بشكل estimation إن ال VO2 max بتاعه أقل من 10 ملي لتر بير كيلو جرام بير مينت، الشخص ده هيبقى ريسكي قوي إن هو يخش يعمل جراحة، ممكن يؤدي مش يعني مش بس إن هو يحصل له مضاعفات بعد العملية، ده ممكن يحصل بوست أوبريتيف ديس. طيب إحنا المفروض ان احنا خلصنا البير اوبريتيف اسيسمنت بتاعنا. البير اوبريتيف اسيسمنت بتاعنا اللي هو في ايه الادوات بتاعتك وانت بتعمل بري اوبريتيف اسيسمنت. خلاص الادوات بتاعتك في يعني حاجه اسمها سبجكتيف، وحاجه اسمها يعني في حاجه اسمها subjective evaluation او subjective assessment، وحاجه اسمها objective assessment. subjective assessment او subjective evaluation اللي هو الهيستوري تيكينج اللي هو الميديكال هيستوري، ان انت تاخد الهيستوري بتاع المريض، والهيستوري زي ما قلت لحضراتكم هتاخدوه بشكل مفصل، هتاخد البيرسونال هيستوري ايه الايتيمز اللي انت بتسال المريض عنها في البيرسونال هيستوري والبريزنت هيستوري والباست هيستوري والسوشيال هيستوري والفاميلي هيستوري والدراج هيستوري، كل الميديكال هيستوري انت تاخده. فده ال اسمه سبجكتيف انفورميشن او سبجكتيف اسيسمنت اللي هو الهيستوري تيكنج. الاوبجكتيف اسيسمنت اللي هو في الفيزيكال اكزامينيشن
لا اللي حضرتك بتعملها والانفستيجيشنز دول حاجه اوبجكتيف. ففي الفيزيكال اكزامينيشن لو حضراتكم يعني احنا قلنا بان انت بيبقى مينلي تشيست اكزامينيشن، طبعا لو انت ده داخل يعمل لونج سيرجري فبيبقى مينلي تشيست اكزامينيشن، وبرضو اضيف للتشيست اكزامينيشن للكاردياك اكزامينيشن واذر اكزامينيشن اوف اذر سيستمز، يعني تعملوا ماسكو سكيليتال اكزامينيشن، نورولوجيكال اكزامينيشن، فاسكولار اكزامينيشن، مهم برضو. طيب تاني حاجة في الأوبجيكتيف قلنا الانفستيجيشنز، الانفستيجيشنز أو السكرينينج تيستس اللي المريض بيعملها. اتكلمنا قلنا في حاجات أساسية وفي حاجات بتتعمل على حسب الهيستوري اللي اتاخد من المريض وعلى حسب الفيزيكال اكزامينيشن اللي اتعملت للمريض. يبقى مش هي لستة من الانفستيجيشنز تطلب كلها، لا في حاجات في انفستيجيشنز روتين بتتعمل قبل اللونج سيرجري، في بعض الانفستيجيشنز روتين اللي بتتعمل واشهرهم واهمهم البالمونري فانكشن تيست، وفي حاجات هنا بتتعمل على اساس يعني الديزيجن بتاعها ان هي تتعمل ولا لا، او ان هي هتتعمل او ان هي ريكويستد تم طلبها ان هي تتعمل بناء على حاله المريض، ده على الهيستوري بتاعه. هل في الهيستوري بتاعه انت عرفت معلومه هتخليك ان انت تطلب النوع معين ده من الانفستيجيشن، او في الفيزيكال اكزامينيشن وانت بتفحصه في فايندينج في الانسبكشن او في البالبيشن او في الاوسكالتيشن او في البركاشن في فايندينج معين خلاك ان انت لا يعني استدعى ان انت تطلب انفستيجيشن تاني، تمام؟ يبقى انت كده دي ادواتك، دي الادوات بتاعتك ان انت بتعمل بيها الاسسمنت للبري اوبراتيف بيشنت. طيب بانتهاء الاسسمنت، بانتهاء الاسسمنت خلاص، في حضرتك المفروض ان انت بتكتب البروبلم ليست بتاعت المريض. يعني بعد الاسسمنت بتكتب البروبلم ليست بتاعت المريض، يعني المريض ده بروبلم ليست عنده بروبلم كذا 1 2 3 4 5. كل مريض طبعا بيختلف عن المريض التاني، كل مريض يختلف عن المريض التاني. طيب بعد ما حضرتك كتبت البروبلم ليست خلاص، انت كتبتها بقى البروبلم ليست بتاعت المريض ماشي، حضرتك المفروض تكون عارف وفاهم ايه هي الريسك فاكتورز اللي هي بتقوي من حدوث البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشنز. البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشنز بمعنى ايه؟ ان حضرتك بعد ما خلصت البري اوبراتيف ايفالويشن بتاعك، بعد ما خلصت البري اوبراتيف اسسمنت بتاعك، هتكتب البروبلم ليست بتاعت المريض. المريض ده ايه البروبلمز اللي عنده؟ طيب هتقارنها بالمعلومات بالنوليدج اللي عندك اللي انت عارفها وفاهمها عن ايه هي الاسباب اللي ممكن ان هي تزود الريسك of post operative pulmonary complications اللي احنا هنقولها حاليا دلوقتي. يبقى عشان تعرف احنا ماشيين بالسياق ازاي، احنا خلاص خلصنا الاسسمنت، خلاص خلصناه، المفروض حضرتك كتبت already البروبلم ليست بتاعت المريض خلاص، هتقارنها بقى بالكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي، هتشوف هل في البروبلم ليست اللي انت كتبتها احد العوامل او احد الحاجات اللي موجودة في الريسك فاكتورز اللي احنا هنقولها دي ولا لا، عشان تعرف تقدر تعمل ريسك استراتيفيكيشن للمريض ده، هل هو هاي ريسك فور بوست اوبراتيف بارمونري كومبليكيشن ولا مودريت ولا لو ريسك فور بوست اوبراتيف بارمونري كومبليكيشنز ماشي. اول فاكتور اللي هو بيزود الريسك فور بوست اوبراتيف بارمونري كومبليكيشن هو الايدج، اكتر من 70 سنة خلاص. طبعا انتوا عارفين تقدم في السن او الايدج اللي هو اكتر من 70 سنة، هو في changes بتحصل
مع الايجينج، زي مثلا ان الريزيرفز بتاعت الجسم بتقل، يعني كارديو بارمونال ريزيرف بتقل، الرينال ريزيرف بيقلوا. ايضا ان في تشينجز بتحصل في اللونج تيشو والثوراسيك كيج، اللونج تيشو الاستيس بتاعتها بتقل، والثوراسيك كيج الريجيدتي بتاعته بتزيد، فده هيأثر على الاكسبانشن بتاعت اللونج. وانت احنا محتاجين قوي الاكسبانشن بتاعت اللونج ده، عشان محتاجين اللونج فوليومز تبقى كويسه، ويبقى اللونج السقه بتاعت اللونج او الفوليوم حجم الهواء جوه اللونج يكون حجم كويس، عشان ما يحصلش اللي هو الاتيلاكتيسيس، اللي هو بيبقى زي ان حصل ان الالفيولاي حصل لها كولابس، يعني الاماكن الالفيولاس الالفيولاي اللي هي فيها هواء نتيجه ان السعه او الحجم اللونج قل، او نتيجه دي ان الاستيستي. احنا قلنا احنا هنا في السياق نفسه بتاع الاولد ايج، اللونج بتاعته هتلاقيها ان هي ما بتفردش كويس، الاكسبانشن بتاعه قليل عشان الاستيستي بتاعها ضعيف، والثوراسيك كيج بقى ريجيد برضو، فما بقاش ان هو يساعد ان هو يحصل له اكسبانشن، فهتلاقي ان الهواء اللي داخل جوه اللنج قليل، ففي اماكن بقى في اللنج مش هيوصل لها هواء خالص، مش فيحصل لها كولابس او يحصل لها اتيلاكتيزيس. تمام. طيب ده اول فاكتور اللي هو الايج. تاني فاكتور اللي هو السموكينج طبعا معروف ان السموكينج ده المريض اللي هو بيبقى سموكر بيبقى ريسك فاكتور، واللونج والسموكينج يعني عامل ضرر كبير قوي في اللونج تيشو، ده عرضه ان يحصل له بوست اوبريتيف كومبليكيشنز اكتر من الشخص اللي هو نون سموكر. بري اكزيستنج لونج ديزيز، في بري اكزيستنج لونج ديزيز احنا ممكن نقول ان بري اكزيستنج لونج ديزيز دي ممكن يعني نذكر على سبيل المثال ان يحصل لو في لونج انفكشن، سواء ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ده هي 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 هيؤدي للباد بوست اوبريتيف اوتكم، او لو عندك اوبستراكتيف لونج ديزيز او ريستريكتيف لونج ديزيز، الاثنين دول اوبستراكتيف لونج ديزيز زي سي او بي دي او سفير ازمه، او لو عندك ريستريكتيف لونج ديزيز زي البارمونري ايديما زي اللانج فايبروزيس، ده هيؤدي ل شخص اللي عنده الحاجات دي قبل العمليه ويخش يعمل عمليه، هيبقى فرصة حدوث البوست الانسيدنس بتاع البوست اوبريتيف كومبليكيشنز هيبقى عنده اعلى من شخص تاني اللونج تيشو بتاعه يعني كويس. رابع حاجة في ريسك فاكتور هو بري اكزيستنج كاردياك ديزيز. الميجور كاردياك ديزيزز اللي هي يعني بيمثلوا significant risk factors for post operative complications هم coronary artery disease رقم واحد، رقم اتنين ال heart failure uncompensated heart failure، رقم تلاتة هو ال severe valvular disease، رقم حاجة اللي هو significant heart arrhythmia. المريض اللي عنده اي حاجة من الاربعة دول لازم الحاجات دي تبقى controlled under controlled، والمريض يبقى الهارت فانكشن بتاعته تبقى كلينيكالي ستيبل قبل ما يخش يعمل عملية، حتى لو عملية لونج، مش شرط ما بتكلمش عن عملية قلب دلوقتي، لا هو داخل يعمل عملية لونج سيرجي ولكن عنده كو اكزيستنج او بري اكزيستنج كاردياك ديزيزز اللي هي كورونر ارت ديزيز، سيفير فالفورار ديزيز، سيفير كاردياك اريزميا او هارت فيلير. طيب خامس حاجه انتر كارنت انس ده ديزيز تاني غير ان يكون تشيست ديزيز وغير
لما غير كاردياك ديزيز، ده ممكن يكون ميتابوليك ديزيز اخر عنده، ممكن يكون ميتابوليك زي الديابيتس مثلا، ممكن يكون فاسكولار زي الهايبرتنشن او بريفرا ارتيريال ديزيز، ممكن يكون بلاد ديزيز زي الهيموفيليا او الانيميا او اللوكيميا، ممكن يكون ماسكولو سكيليتال ديزيز، ممكن يكون عنده اوسو ارثرايتس، ممكن يكون عنده روماتود ارثرايتس، ممكن يكون نيورولوجيكال ديزيز، يكون عنده لامبر ديسك برولابس، ممكن يكون عنده ممكن يكون هيميبليجيك، ممكن يكون عنده مالتابل سكلروزس، ممكن يكون عنده باركنسونيوم، ممكن يكون عنده باركنسونيزم. كل الديزيز دي يعني نيورولوجيكال ديزيز او ماسكوسكليتال ديزيز او ميتابوليك ديزيز او فاسكولار ديزيز او بلاد ديزيز، كل دول يندرجوا تحت الانتر كارنت انس، ودول هيأثروا على البوست اوبريتيف اوت كام، هيأثروا على البوست اوبريتيف اوت كام بتاع المريض. طيب البوينتس اللي بعدها الاوبيستي. الاوبيستي وخصوصا الموربيد اوبيستي اللي هو البودي ماس اندكس اكتر من 40 كيلو جرام بير متر سكوير. الاوبيستي بالنسبه لجريد 1 وجريد 2 اوبيستي، يعني جريد 1 وجريد 2 اوبيستي هما ما يعتبروش في حد ذاتهم سيجنيفيكانت ريسك فاكتورز للبوست اوبرتيف بارمونال كومبليكيشنز. هما يعتبروا امتى سيجنيفيكانت ريسك فاكتورز؟ لما يكونوا كو اكزيستد مع other diseases. يعني لو الاوبيز 1 جريد 1 دي اللي هو البودي ماس اندكس، احنا عندنا الاوبيستي في جريد 1 وجريد 2 وفي سيفير او موربيد اوبيستي. جريد 1 اللي هو بيبدا من 30 لغايه 34.9 كيلو جرام بير متر سكوير. طيب يبقى جريد 1 من اول 30 لغايه 34.9 كيلو جرام بير متر سكوير. جريد 2 اللي هو بيبدا من 35 لغايه 39.9 كيلو جرام بير متر سكوير. الموربيد اوبيستي اللي هي 40 فيما فوق، 40 كيلو جرام بير متر سكوير فيما فوق. خلاص، فاحنا عندنا لو جريد 1 وجريد 2 هو اوبيز بس لكن ما عندوش اي ديزيز ثانيه، بعتبره ما بعتبرش ان جريد 1 او جريد 2 اوبيستي دي ما بعتبرهاش سيجنيفيكانت ريسك فاكتور فور بوست اوبريتيف بالمونري كومبليكيشنز. خلاص، طيب ولكن امتى اعتبرها سيجنيفيكانت ريسك فاكتور؟ لو كان هو اوبيز جريد 1 او اوبيز جريد 2 ومعاه مثلا دايابيتس، معاه ازمه، معاه هايبرتنشن، معاه كاردياك ديزيز، معاه اوبستراكتيف سليب ابنيا، يبقى معاه الامراض اللي هي مصاحبه للسمنه، ساعتها يبقى سيجنيفيكانت ريسك فاكتور. الموربيد اوبيستي اللي اكتر من 40 سواء في امراض وغالبا هو اكيد بيبقى فيه. خلاص، ولكن هي كونها ان هي موربيد اوبيستي ده في حد ذاته سيجنيفيكانت ريسك فاكتور ل البوست اوبرتيف بارمونري كومبليكيشنز. طيب البور نيوتريشنال ستيتس. بور نيوتريشنال ستيتس المريض ديبليتيتد، ده هينفع يخش العمليه ازاي؟ ريسك فاكتور. لو دخل عمليه بالحاله دي مش هيقدر ان هو يعني ينجو منها، لا لازم زي ما هنعرف كمان شويه ان البور نيوتريشنال ستيتس دي لازم تتصلح. طب البور نيوتريشنال ستيتس ايه علاماتها؟ علاماتها ان يحصل ويت لوس 10 يعني 10% اوف ويت لوس فروم بيز لاين، ان المريض ده دخل وعمال يخس، يعني دخل اتحجز في المستشفى وعمال وزنه يخس يخس عمال يخس لغايه ما وصل درجه الويت لوس بتاعه اكتر من 10% من البيز لاين بتاعه، او ان يكون السيرم البومين اقل من 2.5 جرام بير ملي لتر، نسبه الالبومين في البلد يكون اقل من 2.5 جرام بير ملي لتر. خلاص، بعد
بخلاف البول نوتريشنال ستيتس عندنا الريديوسد بيشنت موديفيشن. لو المريض ده عنده يعني عنده ديبريشن، عنده ريديوسد بيشنت موديفيشن، الحاجه اللي عنده دي يعني مزعلاه قوي ومخليها فيري ديبريست، فده الموتيفيشن بتاعه لما يقل ده يعني ان البيشنت مش هيبقى عنده عزيمه ان هو للحياه، يعني هيبقى هو مش غير مقبل على الحياه او ما عندوش عزيمه ان هو يخف ويبقى كويس. فدي نقطه لازم برضو تتصلح، لان هو لو كمل وهو كده بعد العمليه الامر هيسوء عنده اكتر، ومش هتلاقيه غير مستجيب لحضرتك وانت بتعمل بوست اوبريتيف فيزيو ثيرابي، مش هيبقى مستجيب ليك وغير متعاون معاك. طيب ايه تاني ريسك فاكتور فور بوست اوبريتيف بارمر كومبليكيشن؟ هو الفانكشنال ديبندنسي والاكسرسايز ليميتيشن. فانكشنال ديبندنسي ان هو مريض بقى ديبندنت، المريض مش بيتحرك، يعني المريض اصلا مش بيتحرك. طب امتى يعني ايه الحالات ايه الميديكال كونديشنز اللي ممكن تخلي المريض ما بيتحركش؟ عنده بيبقى فانكشنالي ديبندنت. فانكشنالي ديبندنت يعني عكس اندبندنت. اندبندنت يعني مستقل، يقدر ان هو يتحرك يقوم بشؤونه الخاصه بنفسه، الديلي لايف الديلي اكتيفيتيز بتاعته هو اللي بيقوم بيها، ده معنى كلمه فانكشنالي اندبندنت ان هو مستقل. لكن فانكشنالي ديبندنت اللي هو العكس، اللي هو المريض اللي محتاج حد اخر كير كيفر او حد من ابنائه او حد من عيلته هو اللي ايه يرعاه ويقوم بشؤونه. فايه الحاجات الاسباب المرضيه او الميديكال كونديشنز اللي ممكن تخلي مريض فانكشنالي ديبندنت؟ زي ايه؟ لو مثلا مريض تشيست، اول مثال مثلا مريض تشيست وعنده مثلا سيفير او ادفانسد او عنده سيفير تشيست ديزيز. السيفير تشيست ديزيز ده مسبب له ديزني اتريست او ريسبيرتو ديستريس على طول، يعني اثناء الريست بياخد نفسه بالعافيه ومع اقل مجهود هتلاقي ان هو بينهج. فالشخص ده هتلاقي ان حركته قليله جدا، هتلاقي ان حركته قليله، الليفل بتاع الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته قليل قوي، يا دوبك ممكن يروح للتويليت مثلا ويرجع، هتلاقي ان هو ما بيتحركش. الكارد برمون او البرمون ريزيرف بتاعه قليل جدا جدا. خلاص ده مثال. ممكن ايه تاني؟ ممكن الشخص اللي عنده هارت فيلير مثلا، هارت فيلير اللي هو عنده انكومبنسيتد هارت فيلير. الانكومبنسيتد هارت فيلير الشخص ده بيبقى مورم ورجليه مورمه ما بيقدرش يتحرك وبينهج ما بيقدرش يتحرك. حتى ايفن الناس اللي عندهم كومبنسيتد هارت فيلير بيبقى عندهم ماسل ويكنس، ما بيقدروش ان هم يمشوا فتره طويله، بيجوا هم لو مشوا فتره طويله شويه او مسافه اطول شويه ممكن يحسوا ان رجليهم مش شايلاهم. فبرضو ده احد اسباب ان تخليه ما يعملش فيزيكال اكتيفيتي كتير، وتحدد وتايد من الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته. ايه تاني؟ لو الشخص ده عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن، اورثوستاتيك هايبوتنشن ده ان هو الشخص يجي وهو نايم على السرير مثلا، يجي يقوم يغير البوزيشن بتاعه من سوباين الى ستاندنج، يحصل له بليرد فيجن وبلاك اوتس ويقع نتيجه للتشينج بوزيشن، اسمه اورثوستاتيك هايبوتنشن. الشخص لو بالحاله دي وما اتعالجش فتلاقي ان هو ما بيتحركش من السرير، هيخاف ان هو يتحرك يقع. طيب ايه تاني اسباب مرضيه؟ برضو لو الشخص ده عنده كرونيك فينوس انسفشنسي بقى، يعني انا بقول لكم يعني اسباب هي ملهاش علاقه بالتشيست، ولكن هي هتؤدي ان يعني احنا اول مثال خالص قلنا ده راجل تشيست ديزيز وعنده ادفانسد تشيست ديزيز واتيفر بقى ايه ديزيز ده، هو مخليه عنده ريسبيرتو ديستريس اتريست خلاص، او ريسبيرتو ديستريس او ديزنيا ويز مايلد ايفورت مثلا، مع مايلد ايفورت يجيله الديزنيا، ساعتها ده الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته قليله. طب ايه تاني اسباب تانية بعيد خالص عن الاسباب بتاعت التشيست؟ ذكرنا حالات في الهارت، قلنا الهارت فيلير،
ذكرنا حالات الاورثوستاتيك هايبوتنشن، ذكرنا كرونيك فينوس انسفشنسي. برضو لو حد عنده بريفر ارتيريال ديزيز، بريفر ارتيريال ديزيز ده لو سيمبتوماتيك بريفر ارتيريال ديزيز، لما بيجي بيمشي مسافه بيحس بوجع في رجليه، في كرامب في رجله، بيحس ان رجليه فيها كرامب. فالكرامب او البين اللي في رجليه ده يعني forces him to stop، لازم يقف. فده هيؤدي لتقييد الحركة بتاعته، تقييد الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته. ايه تاني؟ امثلة تانية كتير. لو musculoskeletal causes تخلي الشخص functionally dependent، لو severe osteoarthritis عنده خشونة عالية او في رجليه مش هيقدر يمشي عليها ولا يقدر يتحرك، عنده روماتويد ارثرايتس، musculoskeletal neurological، لو عنده multiple sclerosis ما بيقدرش، الناس ربنا يعينها ويشفيها ويشفي الناس كلها، ما بيقدرش يمشي multiple sclerosis، عنده lumbar disc برولابس، يجي مع الوقفة الكتير مع المشي الكتير يحس بالصرخ الوجع في رجليه، ده برضو مش هتخليه يتحرك كتير. خلاص، لو diabetic subject، و diabetic subject ده السكر بتاعه مش منضبط، سواء سكر يعني سواء عدم الانضباط ان هو سكره عالي هيعمل له هايبر جلاسيميك كوما، او سكره واطي هيعمل له هايبو جلاسيميك كوما، هيعمل له غيبوبه، من الغيبوبه دي بتخليه يقع، فبتخليه ان هو هتخليه هو او اللي حواليه يخافوا ان هو يتحرك كتير، هيخلوه على طول قاعد في مكانه، هيخافوا عليه ان هو يتحرك كتير، ان هو يجيله الغيبوبه وهو واقف او هو ماشي يقع، يحصل له فراكشر او حاجه. تمام. انا مثال اخر برضو عند مريض السكر، لو مريض السكر ده عنده دايبيتك فوت ألسر، لو دايبيتك فوت ألسر، دايبيتك فوت ألسر هيبقى عنده ألسر في الفوت، عنده مش هيقدر يمشي عليها، هيمشي ازاي في الألسر دي؟ في وجود الألسر هتحدد من حركته برضو. خلاص، يبقى دي كل دي أمثلة من الامثله اللي هي تؤدي يعني كل دي امثله لحالات مرضيه او لميديكال كونديشنز تؤدي ل حدوث الفانكشن ديبندنسي اند اكسرسايز ليميتيشن. خلاص، اخر ريسك فاكتور اللي هو الكحول اند دراج ديبندنسي، الكحول اند دراج ديبندنسي. الدراج ديبندنسي الناس اللي هم بي 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 بيتعاطوا الدراجز، لما في الانستيزيا، في لما يجوا يديلهم التخدير، هو الجسم بتاعهم خلاص يعني هو اكوموديتد بان هم بياخدوا يعني جسمهم بيتعود على المخدر. تمام. فلما يجوا يحاولوا ان هم بقى يخدروه عشان يعملوا له جراحه، يعني هيحتاجوا كميه من يعني كميه من الانستيزيا هتبقى اكتر، يعني كميه المخدر اللي الشخص ده هياخده عشان بقى يغيب عن الوعي وما يحسش بالعمليه خلاص هتبقى اعلى من شخص تاني ما مش بيتعاطى الحاجات دي، فالكميه اللي هي هتتحسب له على حسب وزنه، على حسب سنه، على حسب حالته المرضية، الأمر ده اللي بيقوم بيه الأخصائيين التخدير، الشخص اللي هو ما بيتعطاش حاجة الكمية دي اللي هيحسبوها له هتبقى أقل من الشخص إن هو أصلا يعني addicted. صح؟ طيب، دي هي ريسك فاكتور. طب معلش في النقطة دي، طب ما يعني إيه الخطورة إن نسبة التخدير يزيد؟ ما هو نسبة التخدير أو الأنستيزيا دي لما تزيد، او الدراجز او السبستنس اللي بتستخدم في الانستيزيا دي لما تزيد، ما ليها السايد افكتس بتاعتها، يعني ليها سايدز، ليها سايد افكتس بتاعتها، يعني كل ما نسبه السبستنس الانستيتيك ميديكيشن ده كل ما يكون قليل، كل ما يكون السايد افكتس بتاعته قليل، وكل ما يكون الانستيتيك ميديكيشن او الانستيتيك سبستنس دي تركيزها اكتر، كل ما يكون ده برضو ليها مضاعفاتها وليها سايد افكتس اللي هي بتبقى اسوأ. تمام. طيب،
يبقى الريسك فاكتورز دول انت حضرتك المفروض تبقى عارفهم ويفهمهم وحافظهم، بحيث لما حضرتك تخلص كتابتك للبروبلم ليست بتاعت المريض بتقدر ان انت تضاهي البروبلمز اللي انت وجدتها عنده بالساينتفك باك جراوند اللي عندك عن الريسك فاكتورز فور بوست اوبريتيف بالمونري كومبليكيشن. خلاص تقارنها بالنولج بالباك جراوند اللي عندك، تشوف هل البيشن ده عنده سبب او عنده احد العوامل اللي هتخليه يبقى اكثر عرضة لحدوث مضاعفات بعد الجراحة ولا لا. ولازم لما يبقى عندك تبقى حافظ وفاهم وفاهم اكتر من حافظ الريسك فاكتورز دي، وفاهم ابعادها ايه او الميكانيزم اللي هي ممكن ان هي بيه تؤدي لحدوث البوست اوبرتيف بارمونري كومبليكيشنز. ده مهم قوي في التعامل مع البري اوبرتيف بيشنز، لان في فتره البري اوبرتيف بيشنز ممكن حضرتك الرول بتاعك زي ما هنيجي ان شاء الله دلوقتي، ان انت في حاجات انت شفتها تبدا ان انت تشتغل عليها، تبدا ان انت تصلحها الريسك فاكتور الموديفايبل ريسك فاكتورز، تبدا ان انت تعمل لها كوركشن عشان المريض ده لما يخش العمليه بقى اوريدي الريسك فاكتورز اللي هي كانت هتسبب له المضاعفات بعد العمليه الحمد لله تمت التعامل معها وتم السيطره عليها وتم معالجتها. طيب في اوبريتيف فاكتورز، ده اثناء الاوبريشن نفسها، يعني في اوبريتيف فاكتور يعني احنا اتكلمنا عن ده كان الريسك فاكتورز دي متعلقه بالبيشنز. في بقى فاكتورز ثانيه متعلقه بجو الاوبريشن نفسه، بجو الاوبريشن بالاوبريشن سيركمستانسز نفسها، زي سايت اند تايب اوف انسيجن. سايت اند تايب اوف انسيجن كل ما يكون طبعا الانسيجن يعني مثلا انهي اكتر في فرصه حدوث المضاعفات، خلاص البوستيرور لاترال سوراكوتومي ولا الفاتس انسيجن؟ البوستيرور لاترال سوراكوتومي هتؤدي لان الفتح هتبقى كبير والماسلز اللي هي حصل لها قط كتيره والبين اللي هتسببه هتبقى اكتر، فكل ده هيديني مضاعفات اكتر من الفاتس انسيجنز اللي هي مجرد مثلا كانت 3 اوبننج، كل اوبننج القطر بتاعها حوالي 1 ل 2 سنتي، فتحات صغيره. يبقى السايت والتايب اوف انسيجن ده برضو بيقدر يحدد او يقدر ان هو بيلعب دور في تحديد درجه المضاعفات اللي هي بعد العمليه. طيب الديوريشن اوف سيرجري، لقوا ان الجراحه اللي بتقعد اكتر من 3 ساعات ده بيبقى اسوشيتد مع يعني ريسك ان انكريزد ريسك فور بوث اوبراتيف بارمونري كومبليكيشنز. التايب اوف انستيزيا، تايب اوف انستيزيا الجنرال انستيزيا خلاص بتبقى مرتبطه بمضاعفات اكتر من الابيديورال انستيزيا او السباينال انستيزيا. خلاص طيب يعني التخدير الكلي بيبقى مضاعفاته اكتر من التخدير النصفي مثلا، صح؟ طيب المونيتورنج دورينج انستيزيا، مونيتورنج دورينج انستيزيا يعني هو يعني مونيتورنج كل ما يبقى مونيتورنج كويس فبيعملوا مونيتورنج عن طريق الكابنوجرافي وبالس اوكزوميتر، بيعملوا مونيتورنج للمريض اثناء ما هم ما بيعملوا الجراحه اللونج سيرجري او البرورال سيرجري، بيبقى في مونيتور قصادهم بيبصوا على الكابنوجرافي وبالس اوكزيميتري بتاع المريض ياخدوا بالهم منه. المونيتورنج كويس ده لما بياخدوا بالهم بيستخدموا الحاجتين دول اللي هو الكابنوجرافي وبالس اوكزيميتري بيمنع حدوث اي باد ايفنتس اثناء العمليه. طيب الانتر اوبريتيف فلويد مانجمنت، طبعا الفلويد مانجمنت يعني لازم يكون في فلويد
سبورت للمريض، لان الفلود ده مهم قوي عشان احافظ على البلاد بريشر، احافظ على الكيدني بيرفيوجن، احافظ على الانتجريتي بتاعه الجاسترو انتستينال تراكت. فمهم قوي الفلويد ريبليسمنت يبقى يتعمل بشكل صحيح، ولا بحيث يتعمل بشكل مثالي، بشكل كويس، بحيث ما يحصلش ولا ان انا المريض ياخد فلويدز اعلى من اللي هو محتاجه خلاص، ولا اقل من اللي هو محتاجه. صح، لان لو اقل من اللي هو محتاجه خلاص هيبقى مش كويس. ليه مش كويس؟ زي اللي احنا قلناه، لان الجسم محتاج فلويدز، لان الفلويدز ده بيحافظ على البلاد بريشر، لان الفلويدز اللي في الجسم ده بيحافظ ان الكيدني بتشتغل، بيحافظ على الكيدني بيرفيوجن. الفلويدز الكويس ده بيحافظ على انتجريتي بتاعت الجي اي تي خلاص. فبالتالي الفلويدز اللي المريض بيستقبله اثناء العمليه لازم يكون الكميه بتاعته مناسبه، والكميه مقبوله، وكميه كويسه، ما ينفعش تبقى قليله. طب لو العكس حصل بقى، اللي هو الاكستريم التاني، لو الكميه عاليه، لو الكميه اعلى من اللي هو محتاجها، دي هتؤدي لايه؟ هتزود اللود على الهارت، فبرضه مش كويسه. فلازم الانتر اوبريتيف فلويد مانجمنت يتم بصوره كويسه عشان ما يحصلش المضاعفات اللي بتحصل في حالتين: لو الفلويد اللي هو خده اقل من اللي هو محتاجه، فيحصل بقى هايبو تنشن، ويحصل رينال هايبو بيرفيوجن واكيوت رينال فيلير خلاص، لو خد اقل من اللي هو محتاجه. لو خد اكتر من اللي هو محتاجه، ممكن ازود الايه، ازود اللود على الهارت. وبالتالي ما الهارت ده لما يعني اثناء العمليه، لو يعني اللود الواقع عليه لو كتير، ده سوف يؤثر بالسلب، بطريقه سلبيه، على الكونتراكشن بتاعه اثناء العمليه، او على الفانكشن بتاعه اثناء العمليه. فبالتالي فلويد ريبليسمنت لازم يكون بشكل يعني كوركت. طيب، وفي اخر حاجه الفنتليتور سيتنج. الفنتليتور سيتنج اثناء العيان بيتعمل له عمليه ومحطوط على الفنتليتور، هو جهاز تنفس صناعي. الفنتليتور سيتنج اللي هي السيتنج اللي هي بتاعه الجهاز نفسه، اللي هي خاصه بالتايدال فوليوم، ياخد تايدال فوليوم قد ايه، ما ياخدش تايدال فوليوم كبير، لا ياخد تايدال فوليوم صغير، يعني ياخد تايدال فوليوم يعني قليل، ما ياخدش تايدال فوليوم كبير. في حاجه اسمها بوست بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر يبقى ويسين فروم 5 تو 10 سنتيمتر ووتر. تمام، دي حاجات بالفنتليتور سيتنجز. الفنتليتور نفسه السيتنجز بتاعته بيتم يعني ضبطها بحيث ان هي ما يحصلش مضاعفات اثناء الايه، اثناء العمليه. تاني حاجه، يبقى احنا كده خلصنا البري اوبريتيف ايفالويشن، طيب في البري اوبريتيف بيشن ايدوكيشن اند انفورميشن، انت هتقول له ايه في البري اوبريتيف بيشن ايدوكيشن اند انفورميشن؟ هتقول له ان الانفورميشن في ان انت عايز تعلمه حاجات وتدي له انفورميشن. فهتقول له، هتدي له انفورميشن، اهو هتعمل له اكسبلينيشن للرول بتاع الفيزيكال ثيرابي او الرول اوف فيزيو ثيرابي قبل العمليه وبعد العمليه خلاص. تدي له انفورميشن على اهميه الرول اوف فيزيو ثيرابي. لما تدي له انفورميشن عن الرول اوف فيزيو ثيرابي وتشرح له اهميه الفيزيو ثيرابي قبل وبعد العمليه، تقدر ان انت تستحوذ على اهتمامه، تستحوذ على تركيزه، ويتعاون معاك في فترة البري اوبريتيف، ومع حضرتك او مع زميلك اللي هيكمل معاه في فترة الايه، البوست اوبريتيف. يبقى دي اهم حاجة في البري اوبريتيف بيشن ايدوكيشن اند انفورميشن.
طيب حاجات تانية مهمة ان انت هتديله معلومات عن الروتين يوز اوف بوست اوبريتيف لاين انترفينوس لاينز انتر كوستال درينز كاستر سبليمنتال اكسجين ساكشن اور بيشنت كنترول انالجيزيا. يبقى انت تقول له بعد العملية بشكل روتيني ان بيبقى فيه تيوبس يعني فيه لاينز كده او تيوبس انابيب خارجة من التشيست بتاعه بيسموها انتركوستال تيوب او انتركوستال درين. دي بتعمل درينج للفلويدز اللي تكون بعد بعد الجراحة. هتقول له ان هي ممكن تحتاج لفترة ان انت تاخد اكسجين. هتقول له ان هيبقى متعلق لك محاليل هيبقى في انترفينوس لاينز. يعني هتدي له انفورميشنز عن اللاينز والتيوبس والدرينز اللي هي تبقى اتاتشد ليه بعد بعد الجراحة. طيب مهم جدا ان انت هتدي له انفورميشن عن البوست اوبريتيف كومبليكيشنز. هتدي له انفورميشنز عن البوست اوبريتيف كومبليكيشنز. خلاص هتوضح له ايه هي البوست اوبريتيف كومبليكيشنز وتدي له education يعني انفورميشن عن الكومبليكيشن واديوكيشن هاو تو ديل او هاو تو يعني education about the measures that should be taken to prevent the occurrence of these complications. تمام؟ طيب يعني مثلا بالنسبة للبين بوس اوبرتيف بين البوس اوبرتيف بين هتوضح له ان بعد العملية هيبقى فيه البين ده والبين ده ممكن ان هو يعني يقلل منه عن طريق في حاجات في الفيزيكال ثيرابي ممكن ان هو يعني يحصل عليها. ممكن تعلمه الوند سبورت ازاي يعمل وند سبورت وهتفهمه ان يبقى في انالجيزيا بعد العمليه. يعني بعد العمليه هيبقى ستيل هياخد ان انالجيزيك ميديكيشنز دي هتقلل من البين اللي عنده. وهتقول له بعض الميجرز الخاصة بالبين ان انت هتقول له لما تيجي تاخد نفس او تكح او تعطس او تتحرك من السرير بتاعك لازم تعمل وند سبورت. الوند سبورت هيعمله اما يعني بالهاند بتاعته يحط ايده يعمل فيرم بريشر على الانسيجن او ان هو ممكن يستخدم بيلو يحطها على مكان الانسيشن. يبقى الوند سبورت هتعلمه له وتقول له هو يعمله ازاي عشان يقلل من الوجع اللي هو هيحصل له. وطبعا انت بتقولها له في المرحله بتاعه البيرو اوبريتيف لان هو ممكن بوس اوبريتيف محدش يقول له او يعني او اللي هيقول له المعلومه دي هيقولها له مثلا بعد يوم او يومين او ثلاثه من العمليه هيكون بالفعل هو عنده الوجع ومحدش قال له ازاي ان هو يعني ايه الحاجات البسيطه اللي هو ممكن يعملها دي بحيث ان هي تقلل الوجع اللي عنده. فالمعلومه لما حضرتك اديتها له في البري اوبرتيف بيريود فعلا كانت مفيده وكانت في توقيت صح. طيب هتتكلموا عن الكومبليكيشنز الثانيه اللي هي خاصه بالبرمونري كومبليكيشن سواء ان هيبقى عنده سيكريشنز كتيره سواء ان عنده ممكن يحصل له ان الحجم بتاع الرئه يصغر اللي هو ريديوس لونج فوليوم ممكن يحصل له وتقول له ازاي ان هو يتجنب حدوث الموضوع ده. يعني ازاي يتجنب ان يحصل ريتيند للسيكريشنز عنده يتجنب ان السيكريشنز تبقى ريتيند عنده ويترتب عليها ان هي تعمل انفكشن ويخش في مشكله تانية بعد العمليه. لا انت هتقول له ان هو اول باول المفروض ان هو تعلمه الايرواي كليرنس تكنيك اي ايرواي كليرنس تكنيك اللي هو يقدر يعمله. انت هتعمله اكسبلانيشن للايرواي كليرنس تكنيكس كلها خلاص وتشوف هو يقدر يعمل اي منهم خلاص. والهدف ان هو وانت بتعلمه اي حاجه يا جماعه وانت بتعلم مريض اي حاجه بتختار الحاجه اللي هو يقدر يتعلمها بسهوله ويقدر ينفذها بسهوله يقدر يتعلمها بسهوله ويقدر ينفذها بسهوله. فبالتالي
هتعلمه اي ايروي كلارنس تكنيك، وتقول له برضو بالنسبه للقف، وانت احنا بيعمل سبورت قف وهو بيكح، يحط الهاند بتاعته على الانسيجن خلاص. في حاجات تانية زي في حاجة اسمها فورست اكسبريشن تكنيك، هنتكلم عنها في البوس اوبراتيف تريتمنت بالتفصيل. يعني ممكن يختار حاجة اسمها اكتف سايكل اوف بريزنج تكنيك. يعني حضرتك هتعمله اكسبلانيشن وإديوكيشن للايروي كلارنس تكنيكس عم كلها، وتقوله وتعرف هو يقدر ان هو ايه اللي هو استوعبه اكتر، ايه اللي هو فهمه اكتر ويعمله قصادك. يعني بعد ما هو ما سمع منك الكلام خليه يعمله قصادك، وما تسيبوش غير ما تتاكد ان هو اتعلم الحاجه ايه صح، بحيث هو يعملها بنفسه بعد كده. طيب ده بالنسبه ان يحصل تراكم للسكريشنز، وتراكم للسكريشنز ممكن يحصل تراكم للسكريشنز كمان، مش بس زي ما قلت ان هو هي ممكن يزود فرص حدوث الانفكشن، ان هي هتخليه يحصل انفكشن، لا ده كمان هيقلل من الفرص، يعني هيقلل من سعه اللنج، يعني الاماكن اللي فيها هواء المفروض يكون فيها هواء بقى فيها سكريشنز، فبالتالي قلل من اللنج فوليوم اللي هو قلل من كميه الاكسجين اللي داخل، او قلل من كميه الهواء اللي كانت هتخش وفيها اكسجين، فبرضه هيأثر لي على الاكسجينيشن. طيب بالنسبه لي المضاعفات الخاصه بان اللنج الاكسبانشن بتاعها هيقل، ان هو على طول تعلمه ديب بريزنج اكسرسايز بانواعها برضو كلها، تعلمه ازاي ان هو يعمل ديب بريزنج اكسرسايز بحيث ان هو يخلي اللنج بتاعته تفرد من فروم ذا فيرست بوست اوبريتيف دي. يعني الهدف يا جماعه ان هو انت بتقول له الكومبليكيشنز ايه اللي ممكن تحصل، بتقول له الكومبليكيشنز ممكن تحصل ايه، وتقول له ان هو يتعامل مع امكانيه حدوثها، مش يتعامل مع مش يستنى لما تحصل وبعد كده يبدا ان هو لما يحصل لك كذا تبدا تعمل كذا، لما يحصل لك سكريشن ريتين سكريشنز، او يعني ما تستناش ان هو لما يحصل ريتين سكريشن، ما تستناش لما يحصل ريديوس لونج فوليوم، ما تستناش لما يحصل مثلا ستيفنس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الشولدر جوينت على الاوبريشن سايت، ما تستناش لما يحصل الكلام ده كله، انت هتقول له هتقول له انفورميشن عن الكومبليكيشنز، وتعلمه الحاجات دي مش شرط از تريتمنت ميجر، لا ممكن تكون از ابروفيلاكتيك ميجرز او از بريفنتيف ميجرز، ان هو يعملها كبروفيلاكتيك ان هي تمنع حدوثها اصلا من الاساس. تمام. طيب هتعلمه ايه تاني برضو مهم؟ هتعلمه على الاوبتيمال بوزيشننج امبيد، ان هو يقعد ابرايت بوزيشننج، يقعد ابرايت امبيد، ما ينامش صباين بعد العمليه، لا يقعد ابرايت، يرجع ظهره كده في السرير ويقعد ابرايت از ماتش از هي كان. تمام. ما ينامش صباين، ودي حاجه لما احنا كنا في امتحانات العملي المريض ومحدش قاله، ولا حتى النواب ولا التمريض ولا حد، وسايبين المرضى نايمين صباين كده محدش بيقول لهم، برغم ان احنا لما هنيجي نعرف ان الابرايت بوزيشننج جاست ان انت حاطه في الابرايت بوزيشننج ده مفيد جدا، بيحسن الفنتيليشن وبيحسن الاكسجينيشن، بخلاف لو هو كان نايم صباين خلاص. هتقول له اهميه الاير موبلايزيشن، ان هو يبقى يعني في حاله ان هو اتحققت عنده الكلينيكال ستابيليتي، يبدا ان هو يقوم من السرير ويتحرك شورت ستيبس حوالين البيد، بعد كده لونج ووكس وهكذا، بس بشرط ان هو يكون كلينيكالي ستيبل. تقول له اهميه الاير موبلايزيشن دي. تمام. هتقول له اهميه ان هو يبدا ان هو يحرك الشوردر بتاعه على الاوبريشن سايت، يعمل سبورت للانسيجن ويحرك الايه الشوردر جوينت، ويسين البين ليميتس، ان هو ما ان الحركه ما تعملش اكساجيريشن قوي للبين اللي عنده، لا يحرك المفصل بتاعه خلاص، وزي ما هنعرف ان شاء الله فروم ذا فيرست بوست اوبريتيف دي، يعمل سبورت للووند ويحرك الجوينتس بتاعته.
يحرك الشولدر بتاعه. خلاص. طيب بالنسبة للنقطة دي لتحريك الشولدر او الحركة او الموفمنت بتاعت الابر ليمب فروم ذا فيرست بوست اوبريتيف داي في حالات سيراكوتوميز، يعني في حالات السيراكوتوميز خلاص فروم ذا فيرست بوست اوبريتيف داي يحرك الايه في حالات السيراكوتوميز، هيحرك الشولدر بتاعته ويبدا ب الشولدر فليكشن. خلاص يبدا بالشولدر فليكشن وبعد كده يعمل شولدر ابدكشن. يعني هو يبدا الاول ان هو يعمل شولدر فليكشن، ممكن يعمل يستخدم يعني اكتيف، ممكن يعمل اكتيف فري او اكتيف اسيستد، يستخدم الهاند او يستخدم الارم اون ذا نون اوبريتد سايد، ان هو يحرك الارم اللي على الاوبريتد سايد في اتجاه الايه فليكشن. بعد كده بعد شويه يبدا يحركه في اتجاه الايه في اتجاه الابدكشن، وما يخافش طالما ان الموفمنت هو عامل وند سبورت كويس، وطالما ان الموفمنت اللي حاصله ويسين البين ليميتس، وثين البين ليميتس. خلاص. طيب بالنسبه لل مش عايز انسى، بالنسبه للناس اللي عاملين ميديان استورنوتومي، يبقى اللي عاملين ميديان استورنوتومي ده بالنسبه لحركه الابر ليمب دي ليها احتياطات وضوابط هنقولها بعدين، يبقى ليها احتياطات وضوابط الناس اللي عاملين ميديان استورنوتومي هنقولها بعدين. خلاص. من ضمنها ان لو في شولدر فليكشن او شولدر ابدكشن ما يزيدش عن 90 درجه، يبقى اللي فاتح ميديان استورنوتومي، اللي فاتح ميديان استورنوتومي لما تيجي هتعلمه في الفتره البري اوبريتيف بيشن ايدوكيشن او الانفورميشن، هتعلمه ازاي ان هو يحرك الشولدر بتاعه. خلاص. هيحرك الشولدر بتاعه مش اكتر من كام، من 90 درجه سواء فليكشن او ابدكشن. طب يعمل يوني لاترال ولا باي لاترال؟ لا، قال لك يفضل يعمل باي لاترال، يعني يعمل الحركه باي لاترال اللي فاتح ميديان استورنوتومي، يبقى يفضل ان هو يبدا يعمل حركه باي لاترال، وان درجه الفليكشن او الابدكشن ما تزيدش عن 90 درجه. ده بالنسبه لميديان استورنوتومي. خلاص. بالنسبه للبوستيرو لاترال سوراكوتومي مثلا او الفاتس انسيجن، بالنسبه للبوستيرو لاترال سوراكوتومي انسيجن او الفاتس انسيجن، يحرك الشولدر الجوينت الشولدر جوينت بتاعته براحته، يجيب لغايه ال 90 ماشي، اكتر من ال 90 ماشي برده مسموح له. وهنا المرجعيه بتاعتنا ان هو يبقى عامل وون سبورت وتكون وثين البين ليميتس بتاعت المريض، وثين البين ليميتس بتاعته. خلاص. يبقى دي نقطه مهمه وانا بتكلم عن، ما حبيتش ان انا يعني اجلها عشان يبقوا النقطتين مرتبطين ببعض. وانت بتعلم المريض في المرحله بتاعت البري اوبريتيف بيشن ايدوكيشن اند انفورميشن، تمام؟ يبقى انت احنا كل السياق ده احنا بنتكلم فيه، احنا عشان الناس ما تتوهش معانا، احنا بنتكلم في انهي نقطه؟ احنا بنتكلم في نقطه ان المريض ده انت بتنبهه، بتديله معلومات عن المضاعفات وازاي ان هو يقدر ان هو يتجنب حدوثها. بدات بموضوع البين، ان هو البين ده بعد العمليه، وقلت له ده شيء طبيعي بعد العمليه، وانت هتاخد الانستيسيك ميديكيشنز بتاعتك وما تقلقش، والوجع مش يعني الحاجات دي هتقلل لك الوجع، وهتقول له الحاجات البسيطه ان هو يعمل الوند، يعمل سبورت على الوند، سواء هو بيعمل ديب بريزنج، سواء هو بيعمل كافينج، سواء هو سنيزنج، سواء هو بيتحرك امبيد، يعني امبيد يعني اثناء ما هو بيتحرك امبيد او هيقوم يقعد، كل الكلام ده اثناء البيت ترانسفير، يعني يقدر ان هو يعمل وند سبورت عشان يقلل البين. بعد كده اتكلمنا، قلت برضو مضاعفات تانية بتحصل اللي هي لما يكون في ريتيند سيكريشن، وقلنا عشان ده ما يحصلش قلنا هنعلم المريض ازاي ان هو تعلمه اير واي كليرنس تكنيكس، كذا اير واي كليرنس تكنيكس تشرحها له، وهو يختار ان هو اللي هو فهمه بسهوله، وانت تتابع معاه تشوفه هو هيعرف ينفذه ولا لا. وقلنا بعد كده اتكلمنا عن ريديوس لانج فوليوم، قلنا ريديوس لانج فوليوم برضو احد المضاعفات، لذلك المريض لازم يبدا على طول بالديب بريزنج اكسرسايز. عندك ديب دايفراجماتيك بريزنج اكسرسايز تعلمها له، عندك ثوراسيك اكسبانشن اكسرسايز تعلمها له، خلاص، وتشوف هو يقدر
يعملها قصادك، هيعرف يعملها ولا لا ويعملها بالشكل الصحيح ولا لا. بعد كده جينا اتكلمنا عن ان المضاعفات اللي ممكن يحصل نتيجة للديليد في الموبيلايزيشن، ان الشخص يقعد في السرير ويقعد نايم صباين او يقعد في السرير فترة طويلة من غير ما يتحرك، فده الديليد موبيلايزيشن، دي برضو دي حاجة مش كويسة. فانت هتحاول ان انت تقول له على الميجرز اللي هي تشجعه ان هو يعمل ايرلي موبيلايزيشن. قلنا ان هو لما بعد العمليه لما يكون هو نايم صباين، لا قلت له ان هو ما ينامش صباين، يبدا ان هو يرفع نفسه، او بدا في الموبيلايزيشن بتاعته اهي ان هو اتحرك من صباين اهو كان نايم صباين، لا يبدا يحرك نفسه ابرايت بوزيشن از ماتش از هي كان، ابرايت بوزيشن از ماتش، يرفع نفسه يرفع ظهره ويسند على على الحاجه اللي هو ساند عليها، وبحيث ان هو يكون اريكت از ماتش از هي كان، اريكت از ماتش از هي كان. خلاص وقلنا البوزيشننج ده مهم قوي، وبعد كده قلنا خلاص الحمد لله اهو اديك نجحت، او بعد كده ان شاء الله يعني ان انت لما بتنجح مع المريض ان هو خلاص بقى في البوزيشن ده، تتاكد ان هو كلينيكال ستيبل، خلاص تنقله بقى من الابرايت بوزيشننج من الابرايت بوزيشننج ده امبيد، هتنقله ل ابرايت بوزيشننج ات ذا ايدج اوف ذا بيت على حرف السرير، بعد كده تبدا توقفه، بعد كده تبدا تمشيه، تمام. في كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملها، او هو هيبقى مطلوب من حضرتك او من زميل حضرتك اللي هيتابع معاه بعد العمليه ان هو يعملها. ففي فتره البري اوبريتيف بيشن اديوكيشن انفورميشن لازم هو يكون على علم بيها، على علم باهميتها، وعلى علم بتفاصيلها، تمام. طيب وبعد كده اخر نقطه اتكلمنا فيها لما قلنا عن ان بيبقى في يحصل شولدر جوينت ستيفنس على الاوبريشن سايت، فتقول له عشان ما يحصلكش تيبس في الـ في الـ في الـ على الكتفك ناحيه العمليه، من اول يوم بعد العمليه هتحط ايدك على الجرح، تعمل وند سبورت كويس، وتحاول ان انت ترفع الكتفك، ترفع ايدك وتنزلها. وقلنا بالنسبه لي في حالات السوراكوتومي زي بوسيرو لاترال سوراكوتومي او فاتس انسيجن مثلا، بتقدر ان انت يقدر يحرك كتفه فوق التسعين درجه اباف ذا هيد، مفيش مشكله خلاص، ويبدا ويعمل يوني لاترال، ما هو يوني لاترال على السايت بتاع الايه بتاع الاوبريشن. ولكن عكس يعني عكس الكلام ده، هو يوني لاترال او باي لاترال، يعني يوني لاترال او باي لاترال، ولكن اقصد هو ينفع، انا اقصد ان هو ينفع يوني لاترال. لكن بالنسبه للميديان استرنوتومي قلنا هو ما ينفعش ان هو يبدا يوني لاترال، لازم يبدا باي لاترال خلاص، عشان يحط ايفن ستريس على البوث سايدز بتاع الانسيجن الميديان استرنوتومي، عشان يحصل ان الاستريس يبقى متعادل على الناحيتين، على ناحيتين على التو سايدز بتوع الانسيجن، فيحرك البوث شولدر بوث شولدرز ات ذا سيم تايم باي لاترال خلاص. وبعدين ما يرفعش الشولدر فوق الايه فوق ال 90 درجه، ما يرفعش الشولدر فوق ال 90 درجه خلاص. في حالات السوراكوتومي بوستيرور سوراكوتومي او الفاتس انسيجنز قلنا، او اللاترال سوراكوتومي او اللاترال سوراكوتومي او الانتيرور لاترال سوراكوتومي، يعني انا اقصد اي سوراكوتوميز بخلاف الميديان استرنوتومي يقدر ان هو يحرك، مسموح له يحرك الشولدر جوينت يوني لاترال، ومسموح له يحركه فوق التسعين درجة عادي خلاص. ولكن بالنسبة للميديان استرنوتومي لا، مش مسموح له يوني لاترال، ومش مسموح له ان هو يكون اكتر من تسعين درجة، تمام. طيب قلنا برضو في نقطة تانية، الناس اللي فاتحين عاملين سوراكوتومي بوستيرو لاترال سوراكوتومي او فاتس انسيجن او حتى لاترال سوراكوتومي او انتيرو لاترال سوراكوتومي، انت في الاول خلاص بتعمل شولدر فليكشن خلاص، وبعد كده تبدا بشولدر فليكشن، وبعد كده تعمل الشولدر ابدكشن، واضح؟ هن 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 هتدي للبيشنت برضو انفورميشن عن الادجانكتس تو بوست اوبريتيف فيزيوثيرابي، الادجانكتس
طب قبل النقطة دي، في نقطة اللي هو البوست اوبريتيف كومبليكيشن زي الاتيلاكتيسيز، نومونيا، دي فينوس ثرومبوزيس. خلاص المصطلحات دي يا جماعة يعني انتوا هت يعني هت هت هتعدي عليكم كتير بعد كده. خلاص الاتيلاكتيسيز، قلنا الاتيلاكتيسيز ان اللي يحصل انكماش في الحويصلات الهوائية، انكماش في الحويصلات الهوائية، تقلص في الحويصلات الهوائية. خلاص نتيجة للونج فوليوم قلت. النمونيا ده بيحصل انفكشن في اللور ريسبيراتوري تراكت، في المكان اللي هو فيه جاز اكستشينج زون اوف ذا لونج. اللونج فيها جزء بينقل الاير او ينقل الاكسجين، ترانسبورت للاكسجين. خلاص وفي زون تاني اللي هو يبقى الابر ريسبيراتوري تراكت، ده بيعمل ترانسبورت للاكسجين. واللور ريسبيراتوري تراكت وظيفته ان هو يعمل بقى ياخد الاكسجين ده يعمل له ديفيوجن. خلاص يعمل له ديفيوجن، فهو ده المكان اللي بيحصل فيه اللي هو الجاز اكستشينج، اللي هو الجاز اكستشينج زون. يبقى النمونيا دي معناها انفلاميشن اوف ذا جاز اكستشينج زون اوف ذا لانج. خلاص ودي فينس ثرومبوزيس اللي هي بتبقى جلطه في الفين، وان اوف ذا فين اوف ذا لور ليمب، يا اما في الكاف فين او في او ايفن ممكن تحصل في الاليو فيمورال فين. يبقى الديب فينس ثرومبوز دي بتحصل في الديب فين بتاعت اللور ليمبس. دي برضو الديب فينس ثرومبوز دي بتحصل لما يحصل ديليت في الموبيلايزيشن، المريض ده يتاخر ان هو يبدا يعني ينزل ويتحرك وان هو ينزل من السرير. كل ده لما يعني تاخره ان هو ينزل من السرير وتاخره ان هو يبدا يتحرك، ده ممكن يؤدي لحدوث الايه ديب فينس ثرومبوز. خلاص طيب النقطه الاخيره بالنسبه للبيشن انفورميشن اند ادوكيشن، ان الانفورميشن لازم في حاجات ادجانكت للبوست اوبريتيف فيزيوثيرابي زي يوزف انسنتيف سبايروميتر، ده هنتكلم عنه وهنوريكم صورته في الجزء بتاع البوست اوبريتيف مانجمنت، والكونتينوس بوست في اير واي بريشر، جهاز اسمه سباب. خلاص ده بيستخدم از ابوريفلاكتيك اند كيوراتيف فور يعني بروفيلاكتيك ميجرز، وفي نفس الوقت تريتمنت ميجرز فور ريسبيراتوري فيلير. الناس اللي هم يعني ده حاجه اسمها يا جماعه ايه، مش عايز يعني اتكلم في يعني في تفاصيل اكتر، ان الكونتينوس بوزيف اير واي بريشر ده او السباب ده يعني في حاجه اسمها ده non invasive method، non invasive method of ventilation، non invasive method of ventilation بيستخدم كان انا امنع حدوث respiratory failure او ان انا اعالج respiratory failure. يبقى اما بيستخدم as a prophylactic or as a therapeutic measure، يبقى الاثنين. يا اما انا بستخدمه لو الشخص ده ريسك ان خلاص انت حاسس ان هو هيخش في respiratory failure تستخدمه، او ان هو already عنده ريسبيراتوري فيلير فبتستخدمه. خلاص طيب ده برضو يعني هنعرف صورته وهنتكلم عنه بالتفصيل. في حاجة تانية اسمها هيتد هوميديفيكيشن. هيتد هوميديفيكيشن دي برضو ان ال في بعد العملية بيبقى ال بيحصل دي هايدريشن في ال السكريشنز نفسها، بيحصل فيها ديهايدريشن، ديهايدريتد السكريشنز بتبقى ديهايدريتد، ديهايدريتد وتبقى ستيكي للاير ويز. فالهيتد هوميديفيكيشن دي خلاص لان المريض ده بي بي هي هي هيتنفس بخار خلاص بدرجه حراره معينه، البخار ده بيستنشقه، هيستنشق البخار بدرجه الحراره المعينه دي، يقوم السكريشنز اللي هي دي هايريتد تبدا تمتص الووتر فيبر بخار الميه، فانا تمتص بخار الميه يبدا السايز بتاعها يكبر خلاص، وتبدا ان هي يحصل لها انستيك، يبدا ان هي يحصل لها انستيكينج فروم البرونكيال وول.
تقدر بعد كده بعد ما انت عملت الهيدي موديفيكيشن هتعمل بعديه على طول لازم اي اير واي كليرنس تكنيك، بحيث ان انت تخرج الايه السكريشنز اللي هي بقت سهل خروجها. يبقى هي السكريشنز البيشن لما استنشق بخار الميه، السكريشنز اللي كانت ديهايدريتد وكانت فيري ستيكي امتصت بخار الميه، فالسايز بتاعها زاد، فبقت سهل ان هي تتلخلخ من او تتحرك او يعني تبقى انستيك من الاير ويز. خلاص بقت جاهزه ان هي او بقى خروجها اسهل، او يعني بقى جاهزيتها للخروج بقت احسن، او استعدادها ان هي تخرج من الاير واي بقت احسن لما امتصت بخار الميه. بس السكريشنز لما امتصت بخار الميه خلاص السايز بتاعها بقت هايدريتد والسايز بتاعها زاد، فبقت عندها جاهزيه اكتر ان هي تطلع. خلاص فحضرتك لازم بعد الهيت موديفيكيشن تعمل على طول اي اير واي كليرنس تكنيك، خلاص بحيث ان السكريشنز دي تطلع. طيب معلومه سريعه، السكريشنز لو كانت ديستال يا جماعه، السكريشنز لو كانت ديستال خلاص هيبقى مطلوب من حضرتك اللي يقدر يخرجها او يعمل لها ترانسبورت من الديستال بروكسيمال حاجتين، يا اما البوشر درينج او الفورسد اكسبيريشن تكنيك يوزنج هافينج. يبقى حاجتين، الهافينج خلاص والبوشر درينج، دول اللي يحركوا السكريشنز لو كانت موجوده في الديستال ايرويز. طب السكريشنز اللي هي موجوده في بروكسيمال ايرويز ممكن الكافينج يخرجها معايا؟ طيب يبقى النقطه الاخيره ان انت هتقول له ان الفيزيوثيرابي ده في بعض الاجهزه اللي هي ممكن تستخدم مع الفيزيوثيرابي، يا اما كتحضير للمريض او كمساعده للفيزيوثيرابي، adjuncts للفيزيوثيرابي. يعني مثلا انت عندك الهيتد موديفيكيشن ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، حضرتك انت استخدمته قبل الاير واي كليرنس تكنيك. ليه استخدمته قبل الاير واي كليرنس تكنيك؟ عشان تحضر المريض بشكل كويس، عشان لما تيجي تبدا تعمل معاه الاير واي كليرنس تكنيك خلاص على حسب السايت بتاع السكريشن. زي ما قلنا لو كانت ديستال هتستخدم ايه، ولو كانت بروكسيمال سكريشن هتستخدم ايه. يبقى لما تيجي تتعامل مع المريض او تعمل معاه الفيزيوثيرابي سيشنز بتاعتك وهو متحضر كويس بالهيتد هوموديفيكيشن ده، يقدر ان هو السكريشنز بتاعته تخرج ويبدا الكف بتاعته تبقى برودكتيف كف. جه المريض تاني انت مثلا ما حضرتوش بالهيت موديفيكيشن، على سبيل المثال هو الهيت موديفيكيشن هنا هو قبل الاير واي كليرنس تكنيك، ممكن تعمل حاجات كتيره بقى مش بس الهيت موديفيكيشن. يعني ممكن ان الشخص ده ياخد برونكو دايليتور، ياخد موسع للشعب، ممكن ان هو يمشي، ممكن ان هو يمشي يعمل ووكينج، ممكن ان هو لان الووكينج في حد ذاته ده بي 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 بيزود من الاير فلو، الانسبيرات والاكسبيرات والاير فلو، والاير فلو ده في حد ذاته ده بيعمل بشيرنج فورس على السكريشنز، فبيساعد ان هو يخرج. خلاص ففي حاجات كتيره او ممكن تتعمل قبل اير واي كليرنس تكنيكس، انا قلت منها بس الهيت هوموديفيكيشن، ان انت لما بتعملها فالمريض بيبقى متحضر احسن، فبالتالي السكريشنز بتاعتك بتبقى افكتيف اكتر. خلاص طيب بالنسبه للانسنتيف سبايرومتر، الانسنتيف سبايرومتر ده جهاز العيان بياخد منه ديب بريس، وفي زي تيوبس كده، والتيوبس دي فيها كل تيوب التيوبس دي فيها فيدباك، التيوبس دي بيبص عليها وفي فيدباك بيوصل له هو الانسبيريشن اللي خده، هل هو ديب انسبيريشن ولا ما وصلش للديب انسبيريشن. فده ممكن ان هو بيتعامل مع الديب بريزنج اكسرسايزز. خلاص
بعد كده عندك ال continuous positive airway pressure. continuous positive airway pressure ده في حالات اللي هي غير مستجيبة ل ال deep breathing exercises، العيان ما بي غير مستجيب معاك uncooperative، ساعتها انت العيان ده هيتحط على السباب. ليه هيتحط على السباب؟ عشان as a prophylactic ان هو يحصل له atelectasis ويحصل له respiratory failure. لان قلنا السباب ده هو بيستخدم از بروفيلاكتيك اند از ثيرابيوتيك، از ثيرابيوتيك ميجر فور اتلاكتيزيس، اللي هو لو حصل اتلاكتيزيس هيحصل ريسبيراتو فيلير. فاكن السباب ده بيستخدم از بروفيلاكتيك اند ثيرابيوتيك ميجر فور ريسبيراتو فيلير، يعني اتلاكتيزيس بلس اور ماينس ريسبيراتو فيلير. اقصد كده ممكن تقول الجمله بالشكل ده، ان السباب او كونتينوس بوز اير واي بريشر ده بيستخدم از ا بورفيلاكتيك اور اثيرابيوتيك ميجر اجينست ذا اوكيرنس اوف اتلاكتيزيس بلس اور ماينس ريسبيراتو فيلير، لان الاتلاكس هيحصل هيؤدي لايه؟ ريسبيراتو فيلير. تمام. فبالتالي احنا هنا هنا بيستخدم مع المريض اللي هو هيبقى ان ريسبونسيف ل الايروي اللونج اكسبانشنز اكسرسايز اللي انت هتستخدمها له، سواء الثوراسيك اكسبانشن اكسرسايز سواء الديب ديافراجماتيك بريزنج اكسرسايز، هو مش هيبقى مستجيب معاك وهو مش مهتم ان هو يعملها، ساعتها هيبقى اوبلايجد ان هو يتحط له بقى الجهاز ده. الجهاز ده لما يتحط له هيقوم بدور يعني البريزنج اكسرسايز اللي هو كان المفروض كان هيتعاون وكان يعملها. تمام. طيب احد الانديكيشن برضو الانسنتيف للسباب الكونتينوس بوسيف اير واي بريشر ده لما في حالات ال يعني هو لو 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 في اتلاكتيسز والاتلاكتيس دي مش هينفع تتعالج بالبريزنج اكسرسايزز، ساعتها لا تتحط على السباب. يعني هو عنده اتلاكتيسز ومودريت تو سيفير اتلاكتيسز والبريزنج اكسرسايزز او الديب بريزنج اكسرسايزز دي ممكن ان هي ما تعملش يعني ما تعملش ريفيرشن ل الاتلاكسيس ده، ما تعملش كوريكشن للاتلاكسيس دي، ساعتها يبقى يتحط على السباب. يعني لو قلنا مثلا ان البريزنج اكسرسايز دي لو حالات مايلد اتلاكسيس ممكن تستخدم معاها البريزنج اكسرسايز، ممكن تبقى افكتيف معاها، لكن لو حالات تانية الاتلاكتس بتاعها مودريت او سيفير اتلاكتس، طبعا سيفير اتلاكتس دي لا، يعني سيفير اتلاكتس ده يتحط على السباب طيب لو مودريت اتلاكتس بيبقى البريزنج اكسرسايزز ممكن ما تجيبش نتيجه معاها او ممكن ما تجيبش نتيجه سريعه معاها واتيفر، يعني ممكن. فبالتالي انت مش هتستنى بقى تشوف الاوت كوم بتاع بريزنج اكسرسايز، لو عنده مودريت اتلاكتس لا على طول هتحطه على الايه؟ على السباب. خلاص. يبقى اذا المريض برضو انت هتدي له انفورميشن عن 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 كل الادجانكتس للفيزيوثيرابي. في برضو مش عايزين ننسى احد الادجانكت المهمه للفيزيوثيرابي، حاجه اسمها بيشنت كنترول انالجيزيا اللي هو بيسموها بي سي اي. PCA افتكروا الكلمة ده، افتكروا المصطلح ده، هنتكلم عنه في البوست اوبرتيف، اللي هو البيشنت كنترولد انالجيزيا. البيشنت كنترول انالجيزيا ده سيستم. خلاص. البيشنت بيبقى معاه بوتون بيتحكم في لو عايز additional dose of analgesic medications بيدوس على البوتون ده يعني بيستقبل جرعة إضافية من الانستيتيك أو من الانالجيزيك medications. تمام. فبالتالي ده ممكن حضرتك تبقى مريض انت تديله information عنه قبل الايه؟ قبل
في فترة البري اوبرتيف بيريود، بحيث ان انت برضو يعني ده هيساهم في ان الانكزايتي بتاعته تقل. يعني انت انت ما تخافش، هيبقى في وجع، انا قلت لك هيبقى في انستيتيك ميديكيشنز وانالجيزيك ميديكيشنز هتاخدها هتقل الوجع ده، وكمان في سيستم انت تبقى متصل بيه، بحيث انت لو حسيت في اي وقت ان في وجع زاد عليك، ممكن ان انت هتبقى تدوس على الزرار، الزرار ده لما هتدوس عليه هيجي لك جرعة اضافية من الانالجيزيا او من الانستيتيك سبستانس، فبالتالي ده انت كده تطمين اكتر للمريض ان هو ما يخافش من البين اللي هو بوس اوبراتيف بين ده. طيب بري اوبراتيف تريتمنت، بعد بقى ما يعني ما عملنا ايدنتيفيكيشن للريسك فاكتورز اللي احنا قلنا يعني البري اوبراتيف تريتمنت خلاص، فاكرين في اول شق، اول شق كان البري اوبراتيف ايفالويشن خلاص، تاني شق هو البيشنت ايدوكيشن اند انفورميشن، تالت حاجه هو البري اوبراتيف تريتمنت. في بري اوبراتيف يبقى تريتمنت يعني انت التريتمنت تعتمد على الايفالويشن، يعني تريتمنت فور وات، تريتمنت فور الفايندينجز اللي حضرتك عملت لها ريبورتنج من الاسسمنت بتاعك او من الايفالويشن بتاعك. هنقولنا في نهايه الايفالويشن بتاعك هتكتب البروبلم ليست بتاعت المريض. طيب في النيكست ستيب افتر ايدنتيفيكيشن اوف هاي ريسك بيشنتس تو ديترماين how to correct pre operative risk factors and to prevent interoperative and or post operative complications. طيب بصوا يا جماعه، هو طبعا انت الرول بتاعك كفيزيوثيرابي خلاص الانتر اوبريتيف كومبليكيشنز، سواء الانتر اوبريتيف كومبليكيشن او البوست اوبريتيف كومبليكيشنز خلاص، يعني بس اكتر البوست اوبريتيف كومبليكيشنز، يعني اكتر البوست اوبريتيف كومبليكيشنز تستطيع ان انت تعمل لها كوريكشن من خلال في فتره البري اوبريتيف، في فتره البري اوبريتيف بيريود، لكن الانتر اوبريتيف كومبليكيشنز بيبقى الكنترول عليها اكتر اثناء الاوبريشن نفسه. يعني لو احنا جبنا هنا مثلا في الاوبريتيف ريسك فاكتورز، يعني ديوريشن اوف سيرجري، السايت اند تايب اوف انسيجن، السايت اند تايب اوف انسيجن، انت دي حاجه يعني ان موديفايبل، ديوريشن اوف سيرجري دي برضو ان موديفايبل، دي تعتمد على الاوبريشن نفسها وهل هي والصعوبات اللي هم واجهوها اثناء الاوبريشن، التايب اوف انستيزيا برضو اللي بيحددها السيرجن، المونيتورنج دورينج انستيزيا هما اللي بيقوموا بيه، الانتروبريتيف فلويد مانجمنت هما اللي بيقوموا بيه، الفنتيليتور سيتنجز هما اللي بيقوموا بيه. يبقى اذا في الاوبريتيف فاكتورز، الاوبريتيف فاكتورز انت مالكش تدخل معاها، انت ليك تدخل مع اللي هي البيشنت ريسك فاكتورز اللي هي كانت قبلها، البيشنت ريسك فاكتورز اللي هي بتزود الريسك وبوست اوبريتيف كومبليكيشنز هي اللي حضرتك بتبقى معني بيها. طيب البري اوبريتيف تريتمنت، في البري اوبريتيف تريتمنت هنبقى يعني اول ميجر في التريتمنت اللي هو هيعمل سموكينج سنسيشن، يتوقف عن التدخين. تاني حاجه لو في اندرلاينج لانج ديزيز يعمل لها مانجمنت سواء بالميديكال تريتمنت او بالفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي احيانا يجي لك ريكويست فور تشيست فيزيوثيرابي لشخص مثلا عنده ريتين سيكريشن، فهتعمل له اير واي كليرنس تكنيك، ممكن تعمل له لونج اكسبانشن مانوفرز خلاص، وممكن ايه تاني يا جماعه، ممكن تعمل له سترينسنج اكسرسايزز، يعني مع فيزيوثيرابي تريتمنت ممكن تعمل سترينسنج اكسرسايزز لللور ليمب لمريض التشيست. ليه؟ لان مريض التشيست خلاص بيبقى عنده بريفرال ماسل ويكنس، يعني مريض السي او بي دي بالاخص بيبقى عنده بريفرال ماسل ويكنس، بريفرال ماسل ويكنس، فتعمل له سترينسنج اكسرسايزز فور
limb muscles. طيب ايه تاني غير السترينسينج اكسرسايزز ممكن تعمل له؟ مايلد تو مودريت ووكينج ايروبيك اكسرسايزز، لان المايلد تو مودريت ايروبيك اكسرسايزز مثال ليها يعني الووكينج اكسرسايزز. الووكينج ده في حد ذاته بيحسن من الريسبيريشن وبيحسن من كميه الهواء اللي داخله من كميه الهواء اللي خارجه، وبيحس وبيزود السعه والحجم بتاعت اللنج، بيخلي اللنج تمتلي اكتر بالهواء وبيخلي الهواء يخرج، ويعني يبقى هو بيزود كحجم، يعني بيزود بحجم وبيزود الفلو نفسه، يعني ان سرعه دخول وخروج الهواء، يبقى حجم الهواء وخروج والحجم نفسه بيزيد والسرعة نفسها بتزيد، والسرعة نفسها بتزيد لأن هو بيمشي، فيبقى عايز الأكسجين يخش بسرعة خلاص، وفي كربون دايوكسيد يتكون جوه الجسم، فعايز الكربون دايوكسيد يخرج بسرعة، فبتلاقي الإسبيريشن سريع والإكسبيريشن سريع. طيب في التريتمنت برضو بتعمل بروبر مانجمنت اوف بري اكزيستنج كارديو فاسكولار ديزيز. قلنا الميجور سيجنيفيكانت كاردياك او يعني كاردياك ديزيزز، فور كاردياك ديزيزز اللي هم بيمثلوا سيجنيفيكانت ريسك فاكتور فور بوست اوبرتيف كومبليكيشنز، قلناهم كانوا الهارت فيلير، وكان الكوروناري ارت ديزيز، وكان السيفير فالفولار ديزيز، وكان السيجنيفيكانت اريزميا. ما ننساهمش، هو هنا ذاكر الهارت فيلير والهايبر تنشن والكوروناري ارت هارت ديزيز، ومش عايزين ننسى برضو الفالفولار هارت ديزيز والسيجنيفيكانت كارديك اريزميا. لو الديزيز دي موجوده لازم يتعالجوا قبل العمليه. خلاص برضو بعمل بروبر مانجمنت اوف انتر كارنت انس، انتر كارنت انس بعمله بروبر مانجمنت، سواء كان دايابيتس كان انيميا. دايابيتس قلنا انتر كارنت انس لو تفتكروا يا اما حاجه ميتابوليك يا اما زي دايابيتس، يا اما في البلاد بلاد ديزيز يعني هيموفيليا، يا اما حاجه ماسكول سكليتال خلاص زي الاوس ارثرايتس وروماتود ارثرايتس، يا اما حاجه نورولوجيكال، يا اما حاجه فاسكولار. فكل اي انتر كارنت انس لازم يبقى ويل كنترول. بعد كده بيشنت ويز موربيد اوبيستي، يعني لو العمليه مش ايرجنت، لو العمليه مش ايرجنت فممكن يعني تاجل، لو في فرصه ان هي او في ينفع ان هي تتاجل فتتاجل لغايه ما يحصل سام ويت لوس للناس دي. الناس اللي عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا، لو في حد عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، اوبستراكتيف سليب ابنيا دي يا جماعه بتحصل للناس الاوبيز، ممكن ان هم يستخدموا الكونتينوس بوستيف اير واي بريشر ده في فتره البري اوبريتيف بيريود. ده يا جماعه السباب اهو، كونتينوس بوستيف اير واي بريشر، الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر ده ليه الناس اللي عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا دي ناس بيبقوا اوبيز، ناس بيبقوا اوبيز، بيبقى موست كومونلي بيبقوا ميلز وبيبقوا اوبيز، وبيبقى فوق 50 سنة، والنيك سايز بتاعتهم حجم الرقبة بيبقى حوالي 40 سنتي كسيركمفيرنس، يعني ميجرد ات ادمز ابل، يبقى السايز بتاع النيك بيبقى لارج نيك سايز. خلاص ده الكلينيكال بيكتشر، يعني موست كومون كلينيكال بيكتشر الناس اللي عندهم سليب ابنيا. في فترة السليب بيبدا ان هو يحصل ابر اير واي اوبستراكشن، يحصل هايبوكسيميا، فيصحوا من النوم، يصحوا من النوم. فالسباب ده الجهاز ده بيخلي البريشر جوه الاير واي ات اول تايمز بوزيتيف، فبالتالي ما بيسمحش ان يحصل اوبستراكشن في الابر اير واي. فالمريض لما بيركب الجهاز وينام الجهاز بقى خلاص يخلي البريشر جوه الاير واي بوزيتيف، فما يحصلوش كولابس الاير واي، ما يحصلوش كولابس، او يحصل له او ان هو ما يحصلوش اوبستراكشن. فالمريض ده ما يقدر يكمل النوم عادي خالص بعد ما كان كل شويه يصحى
يقلق من النوم عشان نفسه يعني ما قدرش ياخد نفسه. وطبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى فيه سنورينج، يعني هو المريض بيبقى لاود بيبقى عامل لاود سنورينج، واللي حواليه هم طبعا اللي بيبقوا سامعين ده، وكل شويه يقلق. تمام، فعلاج الموضوع ده خلاص اللي هو الاوبستراكتيف الابنيا، علاجه ان هو يستخدم السباب الكونتينوس بوزيف اير واي بريشر ده خلاص، بحيث ان هو يمنع حدوث الاوبستراكشن في الابر اير واي. طيب الناس اللي عندهم بيشنس اللي عندهم بور نيوتريشنال ستيتس، طب دول اتصرف معاهم ازاي؟ الناس اللي عندهم بور نيوتريشنال ستيتس لازم ياخدوا نيوتريشنال ريبليشن خلاص من 7 ايام ل 10 ايام بيفور سيرجري، ايزر يبقى نيوتريشنال ريبليشن من 7 ل 10 ايام بيفور سيرجري ايزر كومندد. طيب لو الاكل لوحده ما نفعش ان يحقق النيوتريشنال ريبليشن ده، او ان المريض ما بياكلش بشكل كويس، فيعمل نيوتريشنال سبورت. نيوتريشنال سبورت بصوره من الاثنين، يا اما حاجه اسمها توتال انتيرال نيوتريشن، ده بيبقى جاستو انتستاينال ادمنستريشن اوف نيوتريشن فيا نيزو كاستريك تيوب، يبقى جاستو انتستاينال ادمنستريشن اوف نيوتريشن فيا نيزو كاستريك تيوب، ده بيتطلب في توتال انتيرال نيوتريشن ان جي اي تي بتاعته بتبقى بتشتغل، يعني بيبقى في جود موتيليتي في جي اي تي وجود امتنج. طيب في اوبشن تاني لو اللي هو توتال بارنتيلر نيوتريشن، التوتال بارنتيلر نيوتريشن ده عباره عن انترافينس ادمنستريشن اوف نيوتريشنال سوليوشنز. طيب ده بيستخدم امتى؟ بيستخدم لو الجي اي تي مش شغاله كويس. فده بيعملوا ايه بالظبط؟ ده ان هما بيوصلوا للمريض النيوتريشنال سوليوشنز، بيحقنوها في السنترال فينز اللي عنده، يبقى ده انترافينس ادمنستريشن اوف نيوتريشنال سوليوشنز. طبعا الادمنستريشن اوف نيوتريشنال سوليوشن ما كانش بيتعمل ليه في السنترال فين، لان لو اتعمل هو السوليوشنز دي ما ينفعش ان هي البريفرال فين ممكن لو اتحقنت فيه ان هي تعمل له الدايمتر بتاعته، الدايمتر بتاعه مش هيسمح ان الـ ان الـ ان السوليوشنز دي تبقى الفلو بتاعها يحصل بشكل سلس، وممكن يحصل كلوتينج فيه، عشان كده بيستخدموا السنترال في. طيب يبقى اذا الاساس او الاوبشن الاولاني هو التوتال انتيرا نيوتريشن، هما عن طريق النيزو جاستريك تيوب بيدوا للمريض النيوتريشن خلاص. طيب لو ده بس لو مريض يبقى الجي اي تي بتاعته شغاله. طب لو هي مش شغاله يلجأوا بقى للاوبشن رقم 2 اللي هو التوتال بارنتيرا نيوتريشن، ده لو في حد عنده بور نيوتريشنال ستيز. بعد كده البيشنت اللي عندهم ريدوس موبيليتي اند ريدوس فيزيكال اكتيفيتي نتيجه لاورثوبيديك او نورولوجيكال ديزيز خلاص، بتحاول ان انت تشوف يعني هل في ماسل ويكنس، هل في كونتراكشر، لو في كونتراكشر تقدر ان انت تبدا جنتل ستريتشنج، او لو في ماسل شورتنينج او في كونتراكشر تقدر ان انت تبدا ان هو جنتل ستريتشنج فليكسيبيليتي، لو في ماسل ويكنس ممكن تعمل ماسل سترينسنج اكسرسايز على حسب الحاله اللي عندك. لو المريض عنده زي ما قلنا في ديبريشن في انكزايتي، الكلام ده لازم يتحل في فتره بي اوربت البيشنت، عشان ده هياثر على الريسبونس بتاعته للعلاج للتريتمنت عامه، سواء كان ميديكال تريتمنت او كان الفيزيوثيرابي تريتمنت، واكيد هياثر على الكوبريشن بتاعه مع حضرتك ومع بقيه الميديكال تيم. البيشنت برضو حاجه مهمه، الناس اللي هو هيبقوا عارفين ان هو هيعمل مثلا جراحه في الرئه اليمين او الرئه الشمال، الجنب نفسه اللي هيتعمل عليه الجراحه لازم تاكد ان الرينج اوف شولدر رينج اوف موشن بتاعه على الجنب ده
يبقى كويس، لان زي ما عارفين ان بعد الجراحة اصلا بيحصل لو الشوردر ما اتحركش نتيجة البين اللي الشخص بيحس بيه، فهيخليه يتجنب ان هو يحرك الشوردر بتاعه اصلا. ده الجراحة او الالم الناتج عن العملية هو بيخلي المريض يتجنب ان هو يحرك كتفه، فبالتالي ممكن ان هو يحصل له تيبس. تمام. طيب فما بالك لو اصلا في مشكلة في الكتف اصلا في قبل الجراحة، الكتف ما بيوصلش ما بيعملش الفور رينج بتاعه، فلازم تتأكد تعمل اكزامينيشن للشوردر وللأبر ليمب على السايد اللي هو هيحصل فيه الاوبريشن، ان في كومبليت رينج اوف موشن موجود في السايد ده. وفي نهاية المحاضرة دي يا جماعة يعني تبقوا عارفين النقط دي، وبشكركم جدا وشكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله يعني يا رب الكلام يكون سهل بالنسبه لكم. اي كلام مش سهل في مصطلحات جديده طبعا عليكم، انتوا اكيد يعني هتعرفوها بعدين وتسمعوها بعدين بشكل اكثر يعني اكثر تفصيلا. وبشكركم مره تانية.